اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي طبعا وبرنامجكم المميز الاهلي الليله. حلقه خاصه جدا وحلقه مميزه جدا ومعانا فيها شغل كتير جدا، لكن خلوني في البدايه ارحب بزميلي امير هشام. مساء الفل امير. يا مساء الفل عليك يا بوب، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله، اكيد هنتناول فيه العديد من الامور الهامه اللي بتهم كل اعضاء وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، وعندنا العديد من الفقرات والموضوعات من خلال هذه الحلقه الهامه والمميزه جدا ان شاء الله. بس يا بوب في البدايه كده عايز اتكلم شويه في حاجات بصراحه دايما تنكشني انت بقى الامانه في حاجات ما اقدرش اعديها كده شويه، وبالذات مباراه امبارح ما بين المقاولين وبيراميدز والمشهد المؤسف اللي شفناه في اول او قبل المباراه بخمس دقائق كده، وكابتن علاء النبيل ومسؤولي نادي المقاولين وما كانوش يعرفوا ان في حكام اجانب جايين. بس خلينا في البدايه كده نوضح كام جزئيه استاذ ايهاب، وهي خاصه ان اي فريق من حقه ان هو يطلب حكام اجانب بعد قرار اتحاد الكره الاخير، رغم سبحان الله ان كان قبل كده صعب ان اي فريق يجيب حكام اجانب وكان عيب وحرام وما ينفعش خالص، لكن المهم اتحاد الكره سمح والامور بقت عاديه. فبالتالي فريق بيراميدز او اي فريق عامه، يعني احنا مش يعني بنحترم كل الانديه بشكل عام، لكن هم قرروا ان هم يجيبوا حكام اجانب وبعثوا خطاب لاتحاد الكره، اتحاد الكره وافق. بس النقطه هنا ان اتحاد الكره مع احترامي الكامل لكل الاشخاص المتواجدين في اتحاد الكره ما قدروش الازمه بشكل صح. كان ممكن جدا ان هم يبعتوا خطاب لنادي المقاولين يعرفوه ان احنا هنجيب حكام اجانب بناء على طلب الفريق الاخر. ليه ده ما حصلش؟ دي ناحيه اداريه للموضوع غلط جدا، وفي بعض الامور الاداريه في اتحاد الكره اللي بتجيب دايما مشاكل زي موضوع محمد صلاح. الجزئيه الثانيه كمان، وارد جدا انت ممكن تحكم المباراه بحكم واحد قانونيا ينفع، لكن برضو كان ممكن تختار نادي المقاولين ان يكون الحكام هم ثلاث حكام بس. الناحيه الثانيه كان الافضل ان انت تستعين بخمس حكام كالعاده، حتى لو تجيب اثنين مصريين يكونوا حكام اضافيين لهذه المباراه طبقا لمبدا الفير بلاي وتكافؤ الفرص ما بين كل الانديه، لان كل المباريات في بطوله الدوري حتى مباراه الامس ما بين المقاولين وبيراميدز اتلعبت بخمس حكام. فبالتالي بعض الامور كده بوب الصراحه بتبقى غريبه شويه الواحد لازم يتكلم عليها، وانا عايز استغل الفرصه ان انا طبعا ببقى مبسوط معاك جدا وانت معانا في برنامج الاهلي الليله، عايزك ترد وتقول لي ايه المواضيع من هنا. حبيبي طبعا امير انت كده دخلت سخن على طول، خليني اقول لك شويه امور سريعه جدا. خليني اقول لك ان الاتفاق كان قبل الاعلان، يعني اتحاد الكره انا بقول على مسؤوليتي الشخصيه كان متفق على استخدام طاقم تحكيم تونسي لانه كان موجود في القاهره، يعني يكاد يكون متزامن مع قرار الاعلان، يعني في اجتماع واتحاد كوره وعاملين اجتماع وفي طياره نازله فيها الطقم، يبقى انت بتعلن يبقى في حكام اجانب وانت موافق وخدت القرار يعني الساعه 4 الساعه 5، تاني يوم في ماتش وصل الطقم والطقم كان موجود قبلها بيوم كامل في القاهره. كل الامور دي انا بقول ما فيش فيها مشكله، لكن اللي صدر المشكله هو نادي المقاولين العرب اللي اعلن صراحه يا امير انه ما كانش يعرف، وخاصه يعني الاستاذ محمد عادل المهندس محمد عادل المشرف على فريق الكره اللي اعلن، وانا عرفت كده وانا ماشي بالليل، انا ماشي مقاولين الساعه 10 ما جاليش اي حاجه المواقع من وسائل الاعلام والاذاعه، وكنت بسمع ولقيت حاجات غريبه جدا. لكن هم قبل المباراه امبارح لقوا الطقم كمان التونسي وهم اصحاب الارض ما يعرفوش، لقوا ان الطقم التونسي ناقص. ناقص ازاي؟ ان كل المباريات اللي اتلعبت امبارح في الدوري بيتلعب بحكم اضافي الا هذه المباراه. مقاولي العرب بعت خطاب رسمي لاتحاد الكوره النهارده بيطالب فيه باعاده المباراه، وانه هو لعب من غير حكم اضافي وانه عنده لائحه لازم يلتزم بيها اتحاد الكره. اتحاد الكره انا بقول لك رده من دلوقتي يا امير مش هيعيد المباراه ومش موافق على اعاده المباراه، ومش دي هتبقى القصه، القصه في اللي جاي. انت عندك دلوقتي بروتوكول تعاون مع تونسي، هيبقى فيه المغرب والجزائر جايين الفتره الجايه. تقريبا الحكام العرب دول هياخدوا دور الحكام المصريين تقريبا، ويبقى في حكام اجانب هيجوا في وقت تاني لمباريات تانيه. وبالتالي نقدر نحط عنوان كده ونقول ان الدوري في خطر كبير جدا، وان الفتره الجايه ربنا يستر والمسابقه تكمل. البعض بيتكلم داخل اتحاد الكوره وبيطالب الكابتن عصام عبد الفتاح بالاستقاله. مش هيستقيل، ما هو الراجل قال لهم انا ايه
مش هنط من المركب، مش هيستقيل. لا بغض النظر، بس انا عايز اقول لك على حاجه. مش حته انه هينط من المركب ولا حاجه، هو الراجل دخل انتخابات اتحاد الكره ان هو يكون عضو في مجلس اداره اتحاد الكره لهدفين بالتحديد. الهدف الاولاني ده هيسهل له ان هو يبقى رئيس لجنه الحكام. الهدف الثاني هيبقى يفتح له السكه ان هو يكون عضو في لجنه الحكام الخاصه بالكاف والاتحاد العربي. هو ده الهدف الاساسي الكابتن عصام عبد الفتاح، عشان كده دخل انتخابات اتحاد الكره. الناس اللي بتفكر ان هو ممكن للأمانة يستقيل، يعني للامانه الكابتن عصام عبد الفتاح بتعجبني في شجاعته وصراحته، دايما بيتكلم بصراحه، تحس على كلامه ومداخلاته انه مجبور على حاجه الفتره اللي فاتت. هو قال كده بصراحه، انا يعني مش مبسوط ومش مع الحكم الاجنبي وده بروتوكول تعاون، لكن كلام وحتى زلت لسانه اللي طلع قال يا جماعه انا لما قلت احنا بنشجع تجربه الاستثمار ما اقصدش اكيد طبعا ما يقصدش حاجه، لكن احنا ليه، وده لازم نفكر في الجمله دي امير بشكل كبير جدا، ليه حاطين الكابتن عصام عبد الفتاح لوحده في وش المدفع؟ يعني ايه؟ يعني عندنا اتحاد كوره قائم، وعندنا اعضاء اتحاد كوره، وعندنا ناس من اعضاء اتحاد كوره شغالين في الاعلام، وناس متابعه وبتتكلم، انا في ازدواجيه كبيره جدا. بالظبط، انت عارف ان عندك مشاكل ومصدر الراجل اللي ماسك التحكيم. طب انتوا بقيت اعضاء اتحاد الكوره انتوا فين؟ طب موقفكم ايه؟ طب راضيين على اللي بيحصل ولا لا؟ طب الدنيا لو مشيت بهذا الحد هيوصل ايه؟ في بعد اكبر يا امير كمان، ان الدول العربيه المحترمه والشقيقه واللي فيها تحكيم على اعلى مستوى، ما نقدرش نشكك ولا نقول اي حاجه ولا اقول لك التحكيم قليل ولا كتير، مش انا اللي هتكلم في الجزئيه دي، لكن النهارده المباراه بجمهور، واذا اخطا حكم من اي بلد وحصل هتاف ولا حاجه، مين اللي هيتحمل؟ بالظبط، هتبقى مين اللي هيتحمل الازمات يا امير؟ لكن هو موضوع شائك جدا. والحكم المصري فين؟ انا بقول لك الحكام المصريين الفتره الجايه هيعملوا وقفه، وطالبين بتحديد الموقف والصوره النهائيه تبان عشان القصه. طيب في انديه مش هيبقى معاها جيب، ولكن التحكيم المصري فعلا عنده اخطاء الفتره اللي فاتت، لكن اداره الازمه، هو احنا بنسهل الدنيا وخلاص اعمل كذا وخلص عشان الدنيا تتنسي يا امير، او نعدي خلاص. طب انا هقول لك على حاجه يا امير، الفار اتحاد الكوره قال لك انا هجيب حكام اجانب او حكام من صعب جدا يبقى في فار السنه دي، صعب جدا، مفيش فار. انا بقول لك اهو، مش هينفع، لا يمكن، انت لازم دلوقتي لا يمكن يبقى في فار السنه دي لعده اسباب. اولا انا حضرت ورشه كامله في روسيا في كاس العالم عن تقنيه الفار. تخيل امير، حكام كاس العالم اللي حكموا السنه دي في المونديال اتدربوا على الفار ده، بقى لهم قد ايه بيتدربوا عليه؟ فترة كبيرة طبعا. قول قد ايه وقت مثلا؟ شهرين مثلا، ثلاثة؟ سنتين. سنتين يعني. سنتين بيدربوا الناس والحكام علشان يتدربوا على تقنية الفار. طب تقنية الفار عايزة ايه؟ عايزة ملاعب بمواصفات معينة وتحط كاميراتك. بالظبط. عايزة 36 كاميرا لكل ماتش، يعني تكلفتك من 15 ل 20 ألف دولار في المباراة الواحدة. عايزة تدريب طقم المصورين، عايزة تدريب للمخرج بشكل معين. الحكم وهو رايح يشوف التقنيه في الفار، لو في لعيب اتحرك وراه ولا حد راح له، انت بتشوف ده الحكم التونسي امبارح لما جيت له يطرد علي جبر، لعيبه بيراميدز كلهم اتلموا عليه بشكل يعني 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 الراجل. بالمناسبه يا بوب كمان تحيه للحكم التونسي امبارح، ان هو كان متعرض لضغوط كبيره جدا قبل المباراه والموقف اللي حصل، لكن الراجل على فكره الحكم عمل مباراه جيده. لا الحكم كان كويس جدا بصراحه وادى، والمباراه ما كانش فيها المواقف، برضو المباراه ما كانش فيها المواقف الصعبه اللي عليه، هو الموقف الصعب الوحيد اللي اتحط فيه الغيبوبة اللي جات له لما ادى لعلي جبر الانذار الثاني، وما كانش مدرك ان ده الانذار الثاني، وراح له ابراهيم صلاح واعتراض اللعيبه عليه، حسيت انه مش ما عندوش الشخصيه القويه انه يواجه جمهوره اللعيبه عليه، اضطر يجري لغايه وسط الملعب عشان يمشي اللعب. لكن المباراه عدت، واحنا نتمنى ان المباراه تعدي والدوري يعدي كله، لكن بقول لك تقنيه الفار مش هتتطبق السنه دي، لا بالتكلفه ولا بالتقنيات، محتاج تدرب الحكام. بالظبط، ومحتاج خد بالك بقى الفيفا بيشترط ايه؟ فيفا كمان بيقول لك لازم تعمل مباريات وديه للحكام تدربهم فيها اوف لاين. طب الحاجه الثانيه، اتحاد الكره هيتصرف ازاي؟ نصا اللي بقول لك عليه السيناريو ده خليك فاكره عشان هنعيده، هيتطبق الفتره الجايه. السيناريو ايه؟ اتحاد الكره هيخاطب الاتحاد الدولي عادي جدا، هيقول لهم احنا في مصر عايزين نعمل تقنيه الفار، وهيقول لهم اهلا وسهلا، خطاب رايح وخطاب جاي ولجنه جايه من الفيفا ولجنه رايحه، وهندرب على بدايه الموسم بقى وهيجيبه ده. لو الموسم الجاي يبقى عملوا انجاز كبير جدا يا امير. فادي الحدوته باختصار، لكن حذاري 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 من ان الدوري ما يبقالوش صاحب، حذاري من ان الدوري ما يبقالوش شخصيته، حذاري جدا 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 ان اي حاجه نديها مسكن. احنا مش دكاتره بنج في اتحاد الكوره، احنا محتاجين جراحه. يعني ايه؟ يعني قراراتك كلها تبقى مظبوطه،
لان فجاه المريض اول ما بيخلص البنج هيصرخ واحنا مش عايزين نصرخ يا امير. طب انت شايف ان اتحاد الكوره متفرغ لاداره الامور الكوره المصريه يا استاذ ايهاب؟ يعني انا بصراحه نعمل له حلقه بقى شديد ليهم يعني. نعم؟ نعمل له حلقه لان احنا لو فتحنا في موضوع اتحاد الكوره ده يا اقول لك حاجه بقى ان نص اعضاء الاتحاد فرحانين باللي بيحصل. ليه بقى؟ نص اعضاء الاتحاد انت عارف كم عضو ما راحش اصلا الاجتماع؟ بتاع ثلاث اعضاء وفي الكواليس اعضاء كتير جدا لان هم بيقول لك اتحاد الكره بيدار كده يعني ايه؟ يعني بالبركه يعني هم يعني الظاهر ان التورته جوه متقسمه كل واحد بيعمل اللي هو عايزه لكن اتحاد الكره فعلا هيبقى محتاج وقفه وهقول لك عنوان صغير جدا عندنا مباراه مهمه مع سويسلاند ذهابا وايابا ابتداء من يوم 12 اكتوبر للمنتخب في التصفيات المؤهله للبطوله الافريقيه في مفاجاه في موضوع الطياره مش محمد صلاح قال عايز طياره منظمه ومش عارف ايه والمره اللي فاتت كنا بيطلعوا بطياره خاصه الوقت اللي جاي هتبقى فيه مفاجاه كبيره في موضوع الطياره هنقولها في الايام اللي جايه ايجابيه ولا سلبيه يعني؟ يعني دايما المفاجات اللي بتيجي بالنوع ده بتبقى سلبيه لكن اكيد عايز اعرف بقى عندك ايه النهارده؟ طيب النهارده اكيد عندنا نخش بقى في الحلقه على طول عندنا العديد من الفقرات الهامه جدا في حلقه الاهلي الليله النهارده. الفقره الاولى هنبتدي بلقاء حواري هام جدا للاستاذ ايهاب الخطيب هيستضيف فيه كابتن مصر والنادي الاهلي السابق كابتن ياسر رضوان وحديث هيكون هام جدا على كل الامور في الكره المصريه وبطوله الدوري وبطولات افريقيا وبتحديد مشوار النادي الاهلي هذا الموسم فبالتالي هيكون حوار مميز قوي للاستاذ ايهاب الخطيب مع كابتن ياسر رضوان. بعديه مباشره هكون معاكم ان شاء الله بعد التقارير الخاصه من جوه النادي الاهلي وكل الامور اللي بتخص اعضاء وجماهير النادي الاهلي بالتحديد واكثر تحديدا كمان هنتكلم على لائحه النظام الاساسي واللي هتكون ملف هام جدا خلال الفتره المقبله ومنتظرين كمان توافد اعضاء النادي الاهلي يوم 28 من شهر الجاري في مقر النادي الاهلي بالجزيره التصويت على هذه اللائحه. بعد كده ان شاء الله الجزء الثالث من حلقه النهارده هيكون حوار هام لزميلنا العزيز استاذ شريف فؤاد هيستضيف طبعا القيمه الكبيره دكتور محمد العدل الحديث ايضا عن اللائحه هتكون فقره مهمه ومميزه جدا جدا جدا. ايضا الفقره الاخيره في حلقه النهارده هيكون معانا او هيقدمها طبعا زميلنا العزيز عمر ربيع ياسين وهي فقره الكره العالميه وكل ما يخص طبعا الكره العالميه سواء الدوريات والنهارده كمان تشامبيونز ليج ومباراه مهمه كمان ساعتين لمحمد صلاح طبعا نجمنا المصري امام فريق باريس سان جيرمان في طبعا اول مباراه ليهم في دوري المجموعات وبطوله دوري ابطال اوروبا فبالتالي هتكون يعني فقره مهمه جدا مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. لكن بعد الفاصل هنروح مباشره لزميلي العزيز استاذ ايهاب الخطيب وهذه الفقره الحواريه الهامه جدا مع الكابتن ياسر رضوان استنونا بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد بعد فاصل قصير في اولى فقراتنا الحواريه النهارده في الاهلي الليله فقره مميزه جدا مع واحد من نجوم النادي الاهلي واحد من نجوم الكره العالميه وخاصه الكره الالمانيه ونجم منتخب مصر والمؤدب المحترم الكابتن ياسر رضوان مشرفنا النهارده. شرف ليا مساء الخير يا كابتن ايهاب وانا سعيد ان انا موجود معاك النهارده يعني. انا اللي سعيد وانت وحشنا جدا ومنور بيتك بقى انت من ابناء النادي الاهلي العزاز. اكيد ده شرف ليا طبعا. نشوف بقى تقرير عنك ونرجع نتواصل ان شاء الله. نطلع نشوف تقرير مميز جدا عن الكابتن ياسر رضوان ونرجع نتواصل. ياسر رضوان ياسر رضوان وجوه الجول ياسر رضوان وجوه الجول يا ياسر يا ولد يا لعيب وماشي ياسر وماشي ياسر هوبا والثاني اهو. يعتبر ياسر رضوان الذي ولد يوم 22 من إبريل لعام 1972 بمحافظة الدقهلية أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية خلال حقبة التسعينيات وأوائل الألفية وذلك فيما يخص مركزه كظهير أيمن. بدأ رضوان مشواره الكروي مع مركز شباب قريته بقطارس قبل أن ينضم لناشئي فريق بلدية المحلة
ثم تم تصعيده للفريق الأول، وصعد وقتها للدوري الممتاز عام 1991. خلال تلك الفترة بزغ نجم ياسر كثيرا لينضم لمنتخب الشباب عام 94. سريعا ما تحول للاعب أساسي في المنتخب المصري الأول منذ عام 1995. نجح في الحصول على لقب أفضل مدافع أيمن في كأس الأمم الإفريقية عام 96 في جنوب إفريقيا لتنهال العروض الاحترافية عليه، حيث طلبه نادي هانزا روستوك ليبدأ معه مسيرة ناجحة انطلقت بداية من موسم 96-97 وحتى موسم 2001-2002. شارك نجم هانزا روستوك السابق مع الأهلي في موسمي 2002-2003 2003-2004، لعب خلالها 22 مباراة أحرز هدفين، متوجا بمسابقة كأس مصر بموسم 2002-2003 والسوبر المحلي في العام ذاته، قبل عودته للعب مرة أخرى بفريق بلدية المحلة، ومن ثم ختام مسيرته الكروية مع نادي الأولمبي السكندري، لكنه لم يشارك معه بشكل رسمي بسبب الإصابة اللعينة التي أجبرته على اعتزال لعبة كرة القدم نهائيا. على المستوى الدولي فرض رضوان اسمه على تشكيل المنتخب الوطني الأول بمشاركته في 4 بطولات قوية ككأس الأمم الإفريقية عام 96 بجنوب إفريقيا و1998 ببوركينا فاسو. عقب اعتزاله كرة القدم اتجه ياسر رضوان للعمل بالتدريب، كانت البداية مع أكاديمية الأهلي كمدير لفرع الأكاديمية بالمنصورة والشرقية، ثم انضم لمدرسة الكرة مع فريق 14 سنة، ثم لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي من خلال العمل كمدير فني لفريق 18 و 19 عاما وأحرز معهم بطولات. في مايو 2012 عمل مدربا بالفريق الأول للأهلي تحت قيادة المدير الفني عبد العزيز عبد الشافي لمدة شهرين قبل التعاقد مع مانويل جوزيه في نفس الموسم، ثم العودة من جديد للعمل كنائب لمدير قطاع الناشئين بالفريق. من بعدها بدأ خارج الأهلي للعمل كمدير فني لفريق نابارو في دور القسم الثاني، ثم عمل مدربا لفريق النصر الليبي، ومن بعدها كمدير فني لمنتخب مصر للشباب مواليد 95 ثم جمهورية شبين ثم نجوم المستقبل، قبل العودة مجددا لقيادة جمهورية شبين وأخيرا منتخب السويس. ياسر رضوان الجناح الطائر. ياسر رضوان، ياسر رضوان وجوه الجول، ياسر رضوان وجوه الجول. يا ياسر يا ولد يا لعيب، ماشي ياسر، ماشي ياسر، هوبا والثاني اهو. ياسر رضوان والحكايه كبيره جدا ومش عارف ابدا منين الحكايه. نبدا منين؟ والله طبعا يعني بشكركم طبعا على الحاجه الجميله اللي معموله النهارده ديت اللي انت عملته، بنقول جزء منك. ربنا يخليك. بدات طبعا زي ما حضرتك قلت وشفت كده ان انا بدات زي اي لعيب في قريه وبدات اتدرج، وكان عنده طموح واحلام كبيره والحمد لله قدرت احقق معظمها، يعني كان نفسي يبقى في احسن من كده، لكن طبعا لعنه الاصابه كانت مؤثره بشكل كبير، خاصه انا اتصبت وانا سني كان 28 سنه، كانت اول اصابه ليا وكانت رباط صليبي. كان نفسي طبعا في عودتي للنادي الاهلي، طبعا كان شرف كبير ليا وكنت اتمنى ان انا يعني راجع، وكان عندي طموح كبيره جدا بطوله افريقيا 3 4 دوري، يبقى كده السي في بتاعي كلاعب يعني تقيل قوي بصراحه، لكن قدر الله ما شاء فعل اخذت كاس واخذت سوبر مع النادي الاهلي، مثلته لمده سنتين وده من احسن سنين عمري. بس دي الحكايه كلها يعني. الحكايه اكبر من كده، والحكايه البدايه 15 سنه بتلعب في بلديه المحله بتتالق، موسمين تبقى 17 بتصعد للفريق الاول وبتأدي بشكل كويس. كان ليك اخ اكبر منك قال لك تعالى في بدايه المحله؟ علي. علي كان بيلعب باك ليفت، كان فرقه 20 سنه. وطبعا يعني مش عايز اقول احرف مني عشان الناس كتير بتقول، انا لسه انا هقول لك هو فعلا كان احرف مني يعني. بس هو موضوع الجيش وكنا لسه ممتاز بيه، فما كانش صعب ان انت عارف ان حد ما يتدخل وكده، ف
فجيش بعده شويه عن الكوره، لكن هو لعب فتره طويله طبعا ممتاز بيه مع سمنود ومع فرق ثانيه كتير. هو طبعا في الاول والاخر نصيب الكوره يعني. 96 والبطوله الافريقيه وكانت نقطه تحول كبيره. والله طبعا هو بس طبعا كان عندنا مستر هانز شميت ده كان ماسك بلديه المحله قبل بطوله 96 وقعد معانا موسم ومشي وكده وكان بعت لي دعوه، بس انا بصراحه في الفتره دي كنت لسه بادئ في منتخب مصر مع الكابتن طبعا. قبل ما يرجع بقى يمسك الاسماعيلي. قبل ما يرجع يمسك الاسماعيلي. ده هو رجع الاسماعيلي تقريبا متاخر قوي يعني بعدها بكم سنه يعني. كان الكابتن محسن صالح هو اللي ماسك منتخب مصر وكان لي الشرف ان انا انضميت في وجوده طبعا. بعدها جه مستر رود كرول هو اللي كان خد البطوله بتاعت افريقيا لعبت التصفيات وهو مسك البطوله. وبصراحه يعني انا يعني كان عندي طموح كبيره جدا فده يمكن كان دافع ليا وخلاني اجتهد وخلاني طبعا مع بقيه الزملاء ان انا اقدر اعمل حاجه كويسه في بطوله 96. كنا نتمنى ان احنا نتفوق على زامبيا في دور الثمانيه لكن طبعا ما حصلش نصيب لان احنا كان في بطوله وديه قبليها وكسبانين زامبيا برضو في جنوب افريقيا كان قبلها بحوالي شهرين وكده يعني. فهو كان معاهم مدرب بصراحه هو قوي وقدر يفهم فريقنا احنا كنا كسبانين وبعد كده الماتش اتحول في الشوط الثاني للخساره. كان صعب قوي الماتش ده كان دراما كده. بالظبط يعني كان الشوط الثاني. دور الثمانيه وخروج المنتخب من دور الثمانيه وانت تفوز بافضل ظهير ايمن في البطوله وانت خارج من دور الثمانيه. ده معناه ان انت قدمت بطوله بشكل خاص مميزه جدا. يعني الحمد لله هو كان ربنا موفقني طبعا في الاربع مباريات اللي لعبناهم. اول مباراه طبعا عملت اول جولين للكابتن احمد الكاس. يعني انا عملتهم لكن هو موهبته طبعا اللي جابت لي جوان يعني. كاسه حاجه حلوه. حاجه جميله بصراحه يعني. فيمكن هي دي اول الانطباع الكويس اللي بدات الناس تشوفني فيه. الحمد لله الماتشات اللي بعدها كنت كويس يمكن كسبنا صعبه الارض جنوب افريقيا في المباراه الثالثه. تعادلنا تقريبا او خسرنا من نيجيريا على ما اعتقد او من الكاميرون يا ربي الماتش الثالث. وفي ماتش زامبيا كنت الحمد لله برضو كنت كويس يعني. ما بعد التألق وحصولك على افضل ظهير ايمن في البطوله يعني طلبات الاحتراف كانت قويه جدا. يعني هو الحمد لله طبعا كان في اكتر من عرض طبعا، بس انت عارف الواحد في الفتره دي لسه صغير وما يعرفش حاجه. يمكن كنت انا وكابتن حازم امام طبعا هو الناس اللي جالها عروض في الوقت ده بعد بطوله 96. الحمد لله اول ما رجعت على طول لقيت الفاكس وصل بتاع هانزا روستوك والناس بصراحه يعني ساعدوني في ان انا اتحرك فيه بسرعه النادي بلديه المحله. كان معانا ناس محترمه جدا مجلس الاداره والحمد لله يعني الموضوع مشي يعني. تجربه المانيا وتفوق وتالق مع هانزا روستوك ست سنين بفضل الله كنت بتلعب اساسي وبشكل كبير ودي حاجه مش سهله. والله الحمد لله يعني زي ما قلت لك في الاول هو الواحد طموحك اللي هو اللي بيحطك على اول الطريق والاجتهاد بعد كده والتوفيق من عند ربنا. انا كنت حاسس ان ده بيتي ومكاني وكنت بلعب اكن انا ابن النادي مش جاي من بره. البدايه برضو جاي من بدايه المحله بعد تجربه مع المنتخب ورايح المانيا برضو في رهبه. والله هو مش رهبه وكان يعني زي انت في حلم وهتصحى امتى يعني انت مستني تصحى عشان ترجع مصر يعني. كنت حاسس انك كنتش مستوعب. لا بصراحه يعني انت عارف طبعا ايامها ما كانش فيه الميديا اللي هي انك تشوف ماتشات وبتاع. طبعا انت كنت بتشوف ماتش كل مثلا كام شهر كده اما تشوف ماتش في اي بطوله. بالظبط يعني أوروبا. فانا مش مصدق يعني مش مصدق ان انا موجود في وسط الناس دي وده حلم. الوقت ده البوندسليجا يعني نجوم كتيره جدا وهانزا روستوك كان طبعا من الفرق الكبيره ساعتها وكان بيلعب في الممتاز. يعني برضه انا لحقت ناس كلينسمان وماتياس وزامر ولحقت جيل كان قوي والواحد مش مصدق ان هو بيلعب قصاد الناس دي واوليفر كان لا ناس يعني عمالقه في الكوره والواحد بصراحه كان منبهر بيهم يعني. منبهر بيهم لكن قدرت تثبت نفسك واول مباراه اول موسم تقريبا لعبت 23 مباراه. ثقه كبيره جدا انك تبقى رايح في الاول تاخد وتثبت نفسك وتؤكد انك تستحق تبدا ب 23 مباراه في اول موسم وتلعب ست مواسم متواصل لعيب اساسي. هو طبعا فضل ربنا عليا والناس هناك بصراحه كان حابيني كمان اللي هو المدير الفني باجلزدورف من الناس اللي كانت معروفه برضو في اسماء في المانيا المدربين الكبار. يمكن هو كان انا عندي حريه في التكتيك شويه ممكن تحطني باك ليفت العب يمكن تاني ماتش في الدوري على طول الباك ليفت بتاعنا توقف فهو قال لي انا عايزك تلعب باك ليفت فلعبت باك ليفت كنا بنلعب بروسيا دورتموند وخسرنا 1-0 يوميها.
في ماتش فيردا بريمن لعبت في نص الملعب، فكان الحمد لله حته ان انا اقدر العب في جوكر بتلعب في العب في اكتر من مكان، فالحمد لله دي كانت مساعداني كويس جدا، فالراجل كان دايما بيحطني في الفرقه يعني دايما مميز. لكن اكيد ليك ذكريات حلوه في المانيا، ليك ذكريات مع مدربين مع لاعبين، ليك مواقف صعبه، ليك حاجات طريفه. والله طبعا يعني الحمد لله انا حظي يمكن طبعا زي ما حضرتك قلت ان فرقه هانز روستوك من الفرق كانت كويسه لها اسم، وبس هي كانت في نص الجدول، فكان تغيير المدربين بيبقى كتير. يمكن انا في ست مواسم متغير عليا ست مدربين الحمد لله. بس دي ميزه ليك مش عيب ليك، هو طبعا ممكن تكون عيب ان والالمان مش متعودين على ده، لكن لما ست مدربين يتغيروا عليك وفي نفس الوقت تحافظ على مكانك مع السته، ده معناه اللي انت ما هي دي الفكره يا كابتن ايهاب، ان انا الحمد لله مع الست مدربين الحمد لله يعني ان انا كنت ماشي كويس. في وقت من الاوقات في بعض الاصابه، بعد الاصابه يمكن كان لي ظروف وكنت لازم اعمله وبتاع، المدرب نفسه او المدير الفني هو اللي خدني معاه لحد دوزلدورف، هو كان من دوزلدورف ووداني مركز التاهيل اللي هو يعتبر كان احسن مركز في المانيا، والنادي الاهلي فعلا بيأهل في المركز ده على طول. وفي الفتره دي انا قابلت كابتن سيد عبد الحفيظ والدكتور ايهاب علي، كانوا موجودين في الفتره ديت. بقى كل اسبوع لازم يعدي عليا يعني في حوالي 600 كيلو، هو كل ما يروح لازم يجيني ويطمن عليا ويشوفني، فكان مهتم بيا بشكل كبير لدرجه ان انا لما رجعت ما اخدتش مثلا لا راجع جاهز، فدخلني المباراه على طول بعدها بيومين بعد ما رجعت، والحمد لله كنا بنلعب كولن والحمد لله نزلني الشوط الثاني، واول ما نزلت جبت جول. فبصراحه رحت له هو اول واحد لان طبعا شجعك يعني جنبك. بصراحه وقف جنبي فتره طويله واستحملني في الاصابه. اكيد كان في علاقه بينك وبين جمهور هانز روستوك، في مواقف ما تنساهاش يعني؟ هو اخر لما كنا هناك في اول السنه ديت الدعوه اللي كانت جايه لك في التكريم، كنت انا وكابتن عماره بيبعتوا لك دعوات كابتن عماره. طبعا زهلت من حاجه كابتن ايهاب، ان انا قابلني شاب حوالي 23 24 سنه، قال لي انا ليا الشرف ان انا شفتك وانا طفل وشفتك وانا كبير وانت بتلعب، ما احنا لعبنا ماتش كده فريندلي يعني، فكنت مبسوط جدا. الناس طبعا يعني منتظرين يشوفوك، عايزين يمضوا التيشيرتات، عايزين يمضوا الصور بتاعتك، عاملين المجلات جايبين، حسسوك ان انت لسه بتلعب، فده كان احساس جميل طبعاً جدا. طبعا معانا صور من من التكريم ده. التكريم التكريم ده بيعملوه كل سنه، بيجيبوا بقى اساطير الفريق والنجوم. هو بيتعمل كل سنه، وهو معمول لسه الايميل جاي لي الاسبوع اللي فات على يعني يوم 26/5. في تكريم تاني يعني 26/5. بسم الله ما شاء الله. ده جديد، انا عارف طبعا التكريم اللي فات وكده، لكن بالنسبه لي بتقول لي ده ان ده يعني حاجه جديده، فلسه واصل لك ايميل في تكريم تاني. في تكريم تاني يوم 26/5 ان شاء الله انا والكابتن عماره، وان شاء الله انا رديت عليهم بالموافقه، وان شاء الله نبقى موجودين باذن الله. هونتوا على بعض بقى الغربه كده انت والكابتن عماره يعني شمال ويمين بقى هو عماره لو حضرتك تفتكر ان لما جه النادي الاهلي كان حصل له تمزق في الاربطه وبتاع، وطلع عمل جراحه في المانيا. في الفتره دي انا اصريت ان هو يجي يكمل تاهيل اخر اسبوع عندنا في النادي، فاستاذنت من المدير الفني والراجل بصراحه رحب جدا، ولما جه كان بيعامله كويس وقال لي هو لعيب كويس. كان الكلام ده بعد بطوله 98، قلت له ده احسن باك ليفت في افريقيا وبتاع ومش عارف ايه، قال لي عايزه يجي، قلت له يا ريت. فقال لي طب ممكن يبعت لي، كان بقى يا ماشي الشرايط مش سيديهات كمان، شريطين فيديو، بعت المباريات اتفرج عليها الراجل. بصراحه هم كانوا مخلصين على طول يعني، كان بعدها بشهر كان عماره موجود. ويعني مش عايز اقول لك عماره يعني مش كوره بس، لا ده عماره مدرسه واهل من ايام من زمان يعني، من ايام ما كنا في المدرسه مع بعض، مش كوره بس يعني. يعني دويت والثنائي مدرسه واحده، رضوان وعماره كان من بدري بقى. لا من بدري جدا، اسري ومدرسه كمان كنا مع بعض، وفي كل حته كنا بنبقى مع بعض، في البلديه كنا مع بعض، لما انا سافرت برضه جه معايا، لما هو رجع الاهلي خد جينا مع بعض يعني، الحمد لله توأمه كويسه الحمد لله يعني. عشره كبيره طبعا طبعا. وانت اصريت يعني، حسيت ان هو ممكن يجي وشايف انه لعيب كبير، وبرضه دي ثقه برضه من المدير الفني ليك. على فكرة هكمل معاك، لكن على الشاشة زمان عارضين عمر بنوب عارض لك اهو، الشيرت بتاعك بيتباع يعني على النت مع هانز روستوك حتى الآن من الأساطير بتاعة الفريق. والله الحمد لله طبعا بشكره على اللفتة الجميلة ديت. أكيد طبعا عمارة هون عليا في الغربة كتير جدا. عرفت الشيرت بتاعك ثمنه كام؟
يعني احنا لو عوزنا نشتري تيشيرت ندفع كام دلوقتي فيه ولا لا؟ انا عايز واحد بصراحه 150 اورو بقى. والله كويس يعني، وانت جاي هات لنا معاك تيشيرتين عينيا. طبعا حاجه بجد يا جماعه، فخر 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 طبعا. وقد ايه هي دي الرياضه، وشوفوا الناس بتتعامل ازاي، وشوفوا الناس بتشتغل ازاي، وشوفوا الناس بتقدر لعبتها ازاي. ونجم ادى 6 سنين بوفاء وباخلاص، هم بيردوا له الجميل على طول. بتبقى على نفسيتك الحاجات دي عامله ازاي، وهم زي ما انت قلت في ولد 23 سنه وجاي، ولما بيخش الجمهور على الموقع ليه تيشيرتك بيتباع لغايه النهارده، دي حاجات بتفرحك، لكن ليها جواك مردود حلو. بص انا يعني هتكلم معاك بصراحه، ودي يمكن اول مره اتكلم فيها. يمكن انت قلت لي في اول قبل ما نطلع هوا، انت يعني خلاص بقى انت مكانك المفروض في حته تانية، مش عارف ايه، بلاش الممتاز بيه. فبصراحه انا لما رحت المره الاخيره دي يعني على قد السعاده اللي انا كنت فيها، على قد الحزن اللي كان جوايا، لان طبعا دول مهما كان مش 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 مش, مش مصريين يعني، دول اجانب بالنسبه لي، وانا ما عادش عندهم 6 سنين. انا راجل مثلت منتخب مصر حوالي 9 سنين، الحمد لله يعني اديت على قد ما قدرت. الناس دي كرمتنا احسن ما بتكرم هنا يعني، ده اللي حزنك يعني. انت عارف كل سنه بتطلع بتتكرم في هانزا روستوك، بعت لك الدعوه، بتروح دعوه كامله بكل حاجه. يمكن الليموزين بيستنينا في المطار، يودينا لحد الاوتيل، العشاء، الغداء، الفطار، مش عارف ايه، اي حاجه. انت ما بتعملش غير اي حاجه انك بتبقى متواجد، راح تتكرم. بالظبط يعني. فانت حاسس ان انت في بلدك ما خدتش التكريم اللي تستحقه يعني، على المستوى العمل حتى. مش شايف حزن في عينيك كبير قوي قوي؟ والله السنه الفتره اللي فاتت دي يعني اجتهدت الحمد لله يعني. وانا عارف ان موضوع الشغل ده بيبقى رزق ونصيب، وانا يعني مقتنع 200% يعني. لكن الموضوع في مصر ما بقاش كده يعني، ما بقاش يعني لعيب بحجم السي في بتاعك، وهو لعيب ومثل منتخب مصر 9 سنين، ولعب للنادي الاهلي، وجاي من البلديه، ولعب بطولات افريقيا، ولعب في اكبر واجمد دوري اوروبي، وادى بشكل كويس، و6 سنين مميز جدا، واداء عالي جدا. انت شايف إن إن, ان 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 انت مش في المكانه اللي انت تستحقها. انا اقول لك، انا كنت بدردش معاك قبل هوا، بقول لك لا، انت يعني مع احترامي طبعا للفرق اللي رحت واتدربت واشتغلت فيها، لا انت قيمتك كبيره. هم كلهم ناس محترمه طبعا، انا اشتغلت معاهم، وانديه كبيره، واخرهم نادي منتخب السويس، ناس محترمه وشعبيه قويه، ونادي كبير. دي ناس برضو محترمه طبعا، ناس محترمه طبعا يعني. ف يعني انا عايز فرصه يعني، هشحتها مش مشكله، هشحتها. لا انا عايز فرصه زي اي حد، اديني الفرصه وبعد كده احكم عليا يعني. يمكن انا موضوع المنتخب 95 مسكت بعد الكابتن علاء ميهوب، الفتره كانت قصيره جدا، واتحكم عليا خلاص واتركنت. في ناس بقى لها 15 و14 سنه في منتخب مصر، بيطلعوا المنتخب ده يخشوا على اللي بعديه. اجيبها لك بصراحه، ما انت ما عندكش علاقات، انت بتشتغل وبس، وما ينفعش الكلام ده، لازم عندك شويه علاقات برضو، وتسوق نفسك، وتليفون، وشويه هدايا. انت ما بعرفش يعني، ما مش كلها كوره، مش كلها قدرات يعني. ما بعرفش. تليفونات بقى والرسائل الحلوه، وجمعتكم سعيده، وصباح الفل عليك يعني. انا بقول الكلام ده وانا حزين والله، والله العظيم انا حزين يعني. انت مشرف بلد بحالها، ومشرف الكره المصريه، وتكريمته الكابتن عماره طبعا، النجم الكبير طبعا، وفريقك الالماني بيبعت لكم كل سنه للتكريم، تحضروا مع الاساطير زي النجوم كبار جدا، انتوا من مكانكم النجوم الكبار، ومع ذلك على ارض الواقع انت هنا مش قادر حتى تاخد فرصه تدريبيه محترمه في بلدك. ما ده الحاجه اللي يعني مخليه الواحد حزين، زي ما قلت انت، شايف في عينيا حزن فعلا. انا حزين ان انا مش قادر اخد الفرصه دي، ومش عارف، مش قادر اوصل بالطرق اللي الناس بتوصل بيها بصراحه يعني. مش كل الناس طبعا، في ناس محترمه جدا، وفي ناس وصلت بمجهودها وعرقها لكن في بشوف حاجات غريبه يعني بتحصل يعني. في لعب الكراسي ساعات بتحصل، انت تيجي مكاني وانا اجي مكانك يومين وبتاع ومش عارف ايه وقشطه يعني. ونفس الاسماء بتتكرر ونفس الاسماء بتتكرر بالظبط يعني، عايزين فرصه بس مش اكتر من كده. يا جماعه، عندما تحدث ياسر رضوان بهذا الحزن والأسى على الهواء بعد تاريخ كبير جدا وتاريخ حافل جدا، واحنا قاعدين بنجهز الحلقة دي، او التقرير اللي انتوا شفتوه اتعرض في 2 او 3 دقايق، سي في كبير جدا، انت بتختصر عشان تقول هيدلاينز كده او عناوين مختصرة خالص
لقيمة كبيرة جدا. لإمتى؟ النجوم الكبار مش هياخدوا الفرصة. أما الراجل يطلع يقول لك أنا بشحت الفرصة، لا بشحتش الفرصة يا كابتن، مع احترامي ليك أنت نجم وتستحق وليك مكانة أكبر من كده بكتير جدا لما تكون لاعب أفضل ظهير أيمن في بطولة أفريقيا 96، تنهال عليك العروض تروح تلعب في الدوري الألماني، تلعب في فرقة 6 سنين، ده معناه كبير جدا في الكرة، وتمثل منتخب بلدك وتلعب للأهلي، الإصابة تحرمك من حاجات، تعمل دراستك التدريبية تدرب مش عارف تاخد فرصة، صدقني العيب مش فيك. أنا بقولها لك أهو. أتمنى إن يكون العيب مش فيا يعني بصراحة. لا العيب مش فيك، وأنا مش عايز أدوس على الحتة دي لأن أنا شايف مقدار الحزن اللي في عينك بشكل كبير جدا، لكن إن شاء الله القادم أحسن. إن شاء الله إن شاء الله. ومن هذا القادم بقى وأنت بتبص للرياضة المصرية والكرة المصرية بتقيمها إزاي في هذا التوقيت بعد هيكتور كوبر مر بمرحلة مع المنتخب ودلوقتي في أجيري وفي جيل مميز جدا وفي لعيبة محترفين مميزين، في لعيب مميز عندنا زي محمد صلاح بعد شوية يبقى عنده مباراة قوية جدا مع باريس سان جيرمان ونيمار وقصة كبيرة، وعالم كله بيشوف لاعب مصري برضو بيتعرض لمشاكل داخل بلده. احنا للأسف يمكن بعد الخطوة الكبيرة وصلنا لكأس العالم حسيت ان الكره المصريه بترجع لورا مش بتطلع لقدام، مع ان المفروض يبقى ده دافع ان احنا نخطط للجيل الحالي او الجيل اللي هيجي بعد كده لحاجه افضل من اللي احنا وصلنا له قبل كده. احنا وصلنا ولعبنا في كاس عالم لكن ما حققناش مراكز، المفروض الفتره اللي جايه احنا ازاي هنحقق مراكز في كاس عالم، ازاي نوصل وازاي نحقق مراكز. لكن للاسف يعني ما احنا ما بنوصل كاس عالم بنفضل زمر وطبل لغايه ما كاس العالم بيخلص برضو او نصحى على اول كابوس أو الكارثة. فبصراحة أنا مندهش من اللي بيحصل، مع احترام لكل الناس اللي موجودة في اتحاد الكورة، أنا مش شايف مجموعة، أنا شايف أفراد وكل واحد شغال في شغل فردي. شغال فردي وكل واحد ملف وعمال مش عايز أقول يعك لا هو اللي يجي في دماغه بيعمله. عايز يراضي الكابتن ايهاب يراضي شويه، عايز يراضي ياسر يراضي شويه، عايز انت عارف ان الكلام اللي انت بتقوله ده ممكن يعني يأذيك، يعني الناس يقول لك ده بينتقدنا نجيبه ازاي بقى في المنتخبات، لكن انا بتكلم بكل امانه وكل صراحه، انا عايز بلدي تبقى احسن من اي بلد ثانيه، انا نفسي التكريم لبلدي يبقى افضل من اي دوله ثانيه. يعني امبارح شيء محزن في اللي بيحصل في ماتش المقاولين وبيراميدز، يعني حاجه حزينه بصراحه، يعني انت الناس هناك لسه بنتكلم، الناس واخداني عشان تكرمني هناك، طب انت بتهني هنا ليه؟ يعني انا كده اهانه للحكام اللي موجوده، هل الحكام دي مش قادرين؟ خلاص يبقى نلغي بلاش نصرف عليهم ونجنبهم وخلاص نستقطب حكام كلها من بره اللي يديروا الدوري. سمعت مقوله شايف دي اهانه للتحكيم؟ طبعا. طبعا. يعني انا ماتش عادي جدا مش محتاج اللي هو ما فيهوش اللي هو يعني اللي هيبقى فيه مشاكل كتير او في عداوه بين مع العلم ان في اخطاء تحكيميه واضحه السنه دي. معلش بس ده وارد. ده وارد. لكن ما ينفعش ان انا في ماتش زي ده اطلع اجيب طب ما كل شويه، وبعدين الماتش مش بتاع بيراميدز، الماتش بتاع المقاولين اللي تطلب حكام. حته برضه تجاهل للمقاولين دي. كبيره يعني مش صغيره، وبعدين نادي المقاولين ده نادي كبير يعني. طبعا. مش نادي قليل. ولو نادي صغير ونادي صاحب الارض وبيلعب في الدوري الممتاز وانت لازم تقدره. طبعا. طبعا. يعني دي الحته اللي كانت ملفته كابتن فجاه قوي، دي اللي زعلت الواحد حزين، يعني خلت الواحد حزين امبارح. انت كبر ولادك، انت ليه بتحطمهم؟ ليه بتقتلهم؟ بتجيب الحكام واديها ثقه واديها كل الصلاحيات وابعت ناس للانديه وابعت ما انت تبعت لائحه وبتاع ما دي مسؤوليه مين بقى كابتن؟ ما اتحاد الكوره ولجنه المسابقات. برافو عليك، لان كل الناس عم بتقول لك كابتن عصام، ما كابتن عصام مسؤول، بس فين بقيه الناس؟ بس بقيه الناس فين؟ انا ده اللي لسه بقوله، كل واحد واخد ملف بس بيشتغل فيه. ممكن تغلط بقى، ممكن تعمل الصح، الله اعلم يعني. حسب ما دماغك هتوديك يعني. لكن المشهد ما كانش عاجبك امبارح؟ ده بصراحه. يعني انفعال الكابتن علاء نبيل على التلفزيون يا منظر، وبعدين ده حكام توانسه كمان، يعني مش مصريين. يعني بقينا مفضوحين في مصر ومفضوحين في تونس. وهم برضه مش عايزين يدخل طرف في مشكله جديده، لكن الراجل بصراحه امبارح كان كويس. لا كان كويس، الحكم يمكن باستثناء حضرتك الحاجه اللي حصلت في الماتش اللي حضرتك قلتها من شويه، اللي هو في موضوع الانذار الثاني بتاع علي جابو. تحس يعني الحكم كان مضغوط نفسه عشان كده مش مركز. يعني الشكل قبل المباراه ما بتبدا والمناوشات والتليفونات اول مره اشوف يعني مدير فني يجي له يتكلم في التليفون، عندي ماتش هركز في التليفون ولا دخلتني في الحاج عامر حسين قال بوجهه نظري افيه مش تصريح، ده افيه.
قال لك ما عندناش حاجه في اللائحه يعني بتقول ان ممنوع يتكلموا في التليفون. طب ما خلاص ما نجيب طقم موبايلات بقى والناس تقعد وهي قاعده على الدكه تشتغل عليه. يعني اعتقد التصريح ما كانش موفق خالص من الحاج عامر اللي انا بحترمه وبقدره. حتى لو مش عندنا يعني ما ينفعش نجاهر بتصريحات يعني بغض النظر ما احنا برضو مش بنقول الناس تتعاقب لو في تليفون او حاجه بس برضو بس الشكل يعني العام الشكل العام يبقى كويس. احنا بنكون عايزين نكبر المسابقه بالظبط. يعني انت برضو قلت حاجه يعني بصراحه من الحاجات اللي عجبتني قوي وانا قاعد بستمع للحلقه في الاول كده انت وامير صح. مين صاحب الدوري؟ مين المسؤول عن الدوري؟ يعني دي ده سؤال مهم جدا لان حاسين انه وانا مش عايز اجاوب. انا نفسي حد يطلع يجاوب تاني. حاسين انه ملوش حد. الدوري ملوش حد يسال عنه. الدوري ملوش حد يحميه. الدوري ملوش حد ينظمه. ده حقيقة. ده حقيقة. ما هو ده خلاص وصل لنا رسمي. ما ده احساسي انا. يعني انا بشاهد المشهد من اول الدوري لحد الان. ما ممكن انا اغير اي حاجه في اي وقت. على فكره يعني الناس في مصر مش ضد تجربه استثماريه ولا ضد نجاح. بالعكس خالص. ده بالعكس. هي دجله دي تجربه ايه؟ استثماريه. الاسيوطي قبل بيراميدز استثماريه وتشجيع الناس مستمر والدنيا ما فيش فيها اي مشكله. لكن بيبقى كله في نمط واحد. اللي بيمشي على الناس بيمشي على الناس كلها. ما ينفعش النهارده تحسسني ان في حد بيمشي عليه حاجه وحد ما بيمشيش عليه حاجه. بس انا في حاجه برضو يا كابتن ايهاب يعني برضو كابتن. يعني مش انا بس اللي بتكلم فيها. اي حد بيكلمني حتى الناس كتير بتسالني فيها. يعني برضو الحته الماديه دي هتعمل مشكله كبيره للانديه. يعني انت النهارده بتقول بتتكلم في ارقام برضو بعيده خالص عن بقيه الدوري كله. يعني لما تيجي تقول مكافاه مش عارف قد ايه مش عارف العده ثمنه طب وبعدين بتجاهر بيها يعني ايه يعني احنا صرفنا كده. بص كابتن خلينا نقول ان دي حاجه ما نقدرش نمسكها. يعني برضو الناس كانت تيجي تتكلم على الاهلي وعن الزمالك يقول لك المكافآت غيرهم. كانوا الناس باصه للفرقتين دول بس. جت فرقه ثالثه علت سقف في حته ثانيه. دي مش هنقدر نتكلم فيها بالشكل. تانية. في حته 10 فوق خالص خالص خالص. ما دي بقى هتعمل لك تضخم. ده اللي انا بقول فيه الدوري. ده يعني ان ده هيحصل منها مشاكل بعد كده. وبعدين هقدر اخد اي لعيب انا عايزه. انا هدفع خلاص بقى. انت لما تروح لنادي مثلا معين وتدي له رقم كبير جدا. انا لما اسمع النهارده بتاخد مكافاه 150,000 جنيه وانا باخد 3000 جنيه 170,000 جنيه وانا باخد 3000 جنيه. ايه الاحساس من جواك هتبقى عامل ازاي؟ انا حد كان النهارده بيكلمني زميلي محمد يحيى في الوطن بيقول لي انا عايز اعمل موضوع عن لعيب بقى بدون ذكر اسمه عشان يكمل موضوعه. قال لي ده كان بياخد في الشهر 4000 جنيه، بعد كده موسم كان بياخد 150,000 جنيه، بعد كده انتقل لنادي بيراميدز، راح برقم وبعدين امبارح خد مكافاه واحده 170,000 جنيه تعادل موسمين من اللي هو لعبهم في الدوري. ما علينا عشان بس الاسم. يعني شوف برضو الوضع يعني. ولكن هذا انا بقول لك ده امر مشروع. يعني الناس فرقه بس هيعمل مشاكل بعد كده اكيد. لكن في نفس الوقت انا ما اقدرش انتقد المشهد انه حد عنده نادي بيصرف بشكل كبير. اذا ما عايز يجيب عربيه فخمه جدا واحد عربيته على خلاص لكن هو تراك واحد اللي ماشي فيه يعني. لكن في الاخر لما تيجي تبص هي الجوائز اللي بياخد الدوري ده بياخد كام قيمه ماليه؟ كلام فاضي تقريبا 2 مليون جنيه كلام تقريبا فاضي. كانت اخر مره انا كنت متابع القصه دي يعني في حدود 2 مليون جنيه. والدرع عندنا بس الدرع في الجزيره. شايف المنافسه ازاي؟ هو طبعا موضوع تاجيل المباريات بتاعت النادي الاهلي دي مخليه المنافسه ما بين بيراميدز والزمالك وبعض الانديه. لكن طبعا ان شاء الله لما النادي الاهلي يرجع الموضوع هيختلف تماما. يعني حتى انا يمكن بيراميدز ماشي بشكل كويس لكن الموضوع انك تحقق بطوله وبتاع الموضوع مش سهل. يعني الضغوط اللي بتحط في تحتها لعيبه النادي الاهلي وجهازه والمطالبات بتاعه الجمهور اللي بره هي دي سبب النجاح طبعا. خلاف ان انا بلعب في نادي معلش مع احترامي لسه السنه دي امكانيات متوفره بشكل كبير لكن ما فيش ضغط عليه ان هو يحفزه للبطوله غير الماده. والماده لوحدها ساعات ما تبقاش كافيه. يعني ساعات تبقى معاك مرتاح ماديا تلعب ليه طبعا او تجهد نفسك ليه طبعا. لكن هي تجربه طبعا وفي منافسه هتشاف وفي فتره. لكن اكيد انا زي ما حضرتك بتقول كنت بيتكلم معاك كابتن صالح حسين قال لي البطوله دي حاجه تانية خالص. قال لي فرقه البطوله دي حاجه موضوع تاني طبعا. مش سنه واثنين وثلاثه تاريخ. لا تاريخ كبير جداً. تاريخ كبير وزي ما بقول لحضرتك الضغط الخارجي هو اللي بيولد الطموح والامل وراء
وروح المكسب وكل ده موجود في النادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، النادي المصري، يعني دول برضو انديه كبيره وعندها تاريخ وعندهم جمهور كبير، فالطبيعي ان هو بيبقى قلقان من الناس اللي خايف يخسر، عايز يلعب على المنافسه لان مش عارف يمشي في الشارع بعد كده. شايف الدوري اللي احنا حطينا له عنوان كده، هو جه معانا من غير ترتيب، دوري بدون صاحب. شايف الدوري اللي بدون صاحب الفتره الجايه القادم فيه ايه؟ القادم فيه اسوأ؟ القادم فيه عادي؟ الدوري ده ممكن يكمل ولا لا؟ انا اتمنى طبعا ان هو يكمل. يمكن احنا خدنا خطوه كويسه بعوده جماهير، طبعا جزء من الجماهير متاخره بس كويس، بس كويس لحد ما بدات الماتشات يبقى شكلها كويس واللعيب بدات تبقى فيه متعه وكده يعني. لكن في حاجه تانية بترجعك اللي هي عدم الترابط، الراس نفسها مش موجوده، مفككه. فالطبيعي هيحصل مشاكل. يعني انا شايف ان هو رايح للاسوء مش للاحسن يعني. لسه متوقع سيناريوهات سيئه قد أكيد. يعني ممكن نصطدم بيها في فتره جايه اكيد. انا هقول اشمعنى، وده هيقول فلان، وده هيقول لا، هيبقى في مشاكل. يعني المقاولين النهارده بعت خطاب رسمي لاتحاد الكوره، عايز يعيد المباراه لانه برضه واقف على نقطه يعني مهمه جدا. قال لك كل الماتشات اللي اتلعبت بحكم اضافي الا المباراه دي حتى اللي معانا في نفس اليوم. فده برضه وهو عنده لائحه جايه له بتقول له ان التحكيم السنه دي هيبقى بهذا الشكل، يبقى هو معاه حق. هو معاه حق طبعا باللائحه اللي انت بعتها لي. انا بقول لك في هيحصل في مشاكل كتير. طالما في تجاوزات هيبقى في مشاكل داخل اتحاد الكوره. البعض بيحاول يقنع الكابتن عصام عبد الفتاح، بيقول له ريح يا كابتن عصام عشان في مشاكل، وقد تكون انت اللي في شكل مشاكل، رغم ان الكلام ده انا ما اقتنعش بيه لانه ده اتحاد كامل على بعض. انا شايف ان المسؤوليه تقع على الجميع مش على فرد او شخص واحد. كابتن عصام بيأدي عمله بشكل كويس، يمكن بيشتغل كتير جدا، وانا يمكن في الفتره بتاعت المنتخب دي بقيت اشوف الحكام هم بيجوا وبياخدوا التدريبات والشغل ومشروع الهدف. مش عايزين دايما ان احنا نلخص المشكله في شخص ونرميه ونجيب واحد مكانه، والمشكله هي المشكله لسه موجوده على الترابيزه، لكن الشخص هو اللي مش يبقى احنا كده لا، احنا عايزين نحل المشكله، حلوا المشكله عشان الدنيا تمشي كويس، عشان يبقى في مستقبل. النهارده كنت بتكلم مع عدد من الحكام اللي في الدوري، يعني قلت اعمل كام تليفون اشوفهم ظروفهم ايه بتاع، اتحلم الاستياء غير عاديه، بقول لك لا ما نشتغلش احنا في الدوري المصري بقى، خلاص كده اكرم لنا ما نشتغلش في الدوري المصري. انا طبيعي، انا قلت لك في اول الحلقه ايه، قلت لك انا حزين، انت كده بتضيع ابنك اللي انت عمال تمرن فيه وتصرف عليه وفي الاخر بتجيب من بره. طب ما خلاص، طب لما بره ده يقف بقى ويبقى انت مضطر، انت هتلاقي حكام عندك بالشكل ده؟ لا طبعا، انت وقعته نفسيا دلوقتي، هزيته جواه، يعني الثقه، يعني هيبقى عندك ثقه فيه ازاي؟ او هو ثقه فيك ازاي؟ صعب. وهينزل ياخد الماتشات الجايه ازاي؟ بالظبط يعني. وفي ماتشات اصعب من دي يعني، ده ماتش كان سهل جدا طبعاً. وطبعا انت عارف بيراميدز والمقاولين جمهورهم يعني ناس لطاف وبتاع، بيخش يشجعوا كوره بس وبتاع طبعاً. والموضوع بيخلص. طب الماتشات الثقيله بقى اللي ممكن مصر اسماعيلي، اسماعيلي اهلي، اهلي مصري، يعني هيبقى في هتجيب حكام منين؟ لا، وهل في الحاله دي هيبقى الحكم العربي هيقدر يؤدي بهذا الشكل؟ لا طبعا. ولا هيبقى صعب؟ لا صعب، صعب جدا يعني. المشاكل دي يا كابتن تتحل ازاي؟ ايه الخطه بتاعت الاتحاد الاول؟ هي دي المشكله كلها، ان احنا ما عندناش خطه نمشي بيها. ان احنا النهارده بنقعد مشكله ونقعد نتكلم فيها شويه والناس تاخد وقتها، وبعد كده المشكله هي بس تتركن ويخش عليها مشكله ثانيه، فالناس برضو تقعد. لكن انت مش حاطط خطه مثلا 5 سنين للكره المصريه تشوف مشاكلها ايه. يعني انا قلت في مره من المرات، بس الكلام ده من زمان، يعني يا جماعه مش عيب ان احنا نطلع نتعلم من بره، وده عيب. اختار عناصر معينه، عناصر مؤهله ان هي ممكن تبقى في اتحاد الكره، مش لازم يبقى اعضاء مجلس اداره، ممكن يمشي الشغل اللي هم الموظفين. اختار مجموعه كويسه ونبعتهم انجلترا، المانيا، اسبانيا، يتعلموا. انا عاجبني فيك الطموح والاحلام اللي جواك والفكر اللي عندك ده صح. ده حلم جميل. بس صعب ده، احنا عايز اقول لك ايه، بس ده احنا دلوقتي شغالين دكاتره بنك، يعني ريح الناس، شوف الناس عايزه ايه وريحها، مش عايزين صداع بقى. وصلنا للمرحله دي، هيبقى في تدهور في الكوره، تدهور في الكوره. وعندنا منتخب لاول مره في تاريخ مصر
يبقى اللاعب المحترف هو اللي شايل المنتخب الاول. كان المحليين برضو انت محترف كنت موجود وكابتن ده، بس كان المحليين اكتر، بس المحليين اكتر رغم حتى جيل كابتن ميدو وكابتن زيدان وكابتن كان المحليين احمد حسن أكثر. وكابتن عبد الظاهر عشان ما انساش حد، وكابتن عبد الستار صبري ومجموعه كده برضو، كان برضو قوام المحل شايل. اكيد اكيد النهارده القوام المحترفين هو اللي شايل اكتر. ده في تغير، هو قد يكون تغير طبيعي، ولكن في النهايه على ارض الواقع الدوري ابتدى يقل، مواهبه تقل. تيجي تدور على راس حربه مفيش، تيجي تدور على حارس مرمى مفيش، على ديفندر مفيش، على باك رايت مفيش، على باك ليفت مفيش، مفيش انتاج من الدوري، والدوري بيتراجع وبتعمل له مشاكل اكتر. هنروح على فين؟ والله انا زي ما قلت لك الموضوع بتدور، انت بتقول لي فراوده، طب تعالى نعد فراوده الدوري كلهم اللي هم الفرق الكبيره. النادي الاهلي اجنبي، النادي المصري النبي بس معاه صلاح محسن، معاه مروان محسن، ما عشان كده مروان بيروح وصلاح تمام. راح تمام صح تمام. لكن بقيه الانديه زمالك اجنبي، كل الانديه، كل الانديه الاهلي فيهم واحد اجنبي. طب انا ازاي اخد خطوه بان انا يبقى مسموح اربعه افارقه في الـ في الـ في, الـ في القايمه، والقايمه 25؟ ده انا ببدل الافارقه كمان في النص الثاني براحتي كمان. ربنا معاه. لا لا يعني جه في فتره في سنه 99 في المانيا لما منتخب المانيا تهز شويه، قال لك احنا نعدد، نقلل عدد الاجانب عشان نقوي، عشان نخلي اللعيبه بتاعتنا هي اللي تلعب، وهي اللي عشان المنتخب بعد كده تمام. وفعلا بداوا يقللوا عدد الاجانب، وبدا المنتخب بقى يحطوا خطط لحد ما وصلوا اللي هم يقدروا. المانيا دي المانيا، ما احنا مصر برضو، احنا مصر، لكن انت عندك ادارات يعني احنا علامات استفهام بقى. طب ما احنا بنتكلم، هو يمكن حد يقول لك الناس الطيبه اللي قاعده في الاستوديو دي يمكن هو لازم يوصلهم ان هم فعلا غلط، ولازم يوصل لاعضاء اتحاد الكوره انهم لازم. هو انت تعتقد يا كابتن ايهاب ان هم مش عارفين ان في حاجه غلط؟ لا انا شايف ان هم مش فاضيين البنج، بيدوا بعض البنج، بيدونا احنا البنج يعني هم شغالين دكاتره علينا احنا، كل ما نقول خد يا عم الحقنه دي ريح شويه، طب واحنا ما بنصحى بالليل بقى بنصرخ خلاص بقى كله نايم كله نايم. فده كابتن لما تيجي تشوف اعضاء اتحاد الكره، مع احترامي للجميع يعني اذا كنت انت مش متفرغ لاداره اللعبه دي، كفايه صور، كفايه براويز، خش اشتغل على الترابيزه، محدش فاضي. وبعدين لما في الكواليس لما تعرف مطالب اعضاء الاتحاد لما بيقعدوا على الترابيزه ايه، وعدوا عايز يغير شقه وعربيه، وودوني هنا وعملوني هنا وعملولي برنامج، حاجات مؤسفه يعني. طيب يبقى الكره بقى هارد لك فيها يعني في مصر. يعني احنا بنقول اللي انت بتقول، اللي بتسالني هي هتبقى للصح للكويس ولا لا، هي هترجع لورا. يعني زي ما قلت انت كده ان المحترفين الحمد لله ان احنا عندنا مجموعه كبيره، هم اللي شايلين المنتخب، او لا بالبلدي كده هم اللي ساترينا دلوقتي بالظبط من الاخر يعني. لكن انت محلي بترجع لورا، ما بتطلعش لقدام خالص يعني. في ظل ان الواحد عنده تفاؤل، لسه راجعين من كاس عالم، يعني مع احترامي احنا دايما يا كابتن بنفكر احنا نوصل كاس عالم ازاي ونفرح، لكن نعمل ايه لو وصلنا كاس العالم؟ ما عمرنا لا حطينا السؤال ده ولا حطينا اجابته. ايوه، لان انت بتقعد فتره طويله جدا لما توصل كاس عالم، غير السعوديه، غير الفرق الثانيه، المغرب، تونس، الناس دي بتوصل باستمرار رايحة جاية. يعني رايحة جاية. لكن انت بتوصل بصعوبه، بتوصل بصعوبة نتيجة التخبط الخطط للكرة المصرية، وما بتوصل عشان انت ما عندكش اصلا خطة يعني انك بقى انت احنا وصلت بقى بالبركة بقى وبتاع وعشان محمد صلاح ربنا كرمنا فيه وهو اللي بيخلص لنا الماتش، ضربة الجزاء دي ربنا كرمنا فيها، ومحمد صلاح من الضغط عليه في مباراة نيجر، مباراة منتخب مطالع بيضيع ضربة الجزاء، وهو نفس اللاعب. شوف يا جماعة وصلنا الدنيا لإيه، سبحان الله. طبعا لازم نقف عند الحاجات دي بصراحه. طبعا. فانت لما بتوصل كاس عالم ما عندكش، انت خلاص فرحان انت وصلت كاس عالم، مش فارق معاك انك تلعب ثلاث ماتشات، لا عايزين نجيب جون عشان الكابتن مجدي ما يطلعش يصدعنا بالجون بتاع، فالحاجات كلها عندنا كواليس كده مش عند حد، عندنا احنا بس. للاسف. اجري مع المنتخب بقى في ظل اللي احنا بنتكلم عليه ده، يقدر يعمل حاجه؟ وفي مشكله كمان يعني، الراجل سلجادو راجل يعني وكيل لعيبه،
وجايب الراجل على انه الوكيل بتاعه، فجاه الراجل بيقول لك ده المدرب اللي هيدرب كابتن هاني رمزي اكيد عنده مشاكل في الحته دي، والموضوع كده غريب جدا. وبعدين سالجادو لا بنشوفه بيجي يحضر ولا ينقي لعيبه وبتاعه، وبعدين هو حاطط مع الراجل التشكيل وتدخل في بعض عناصر الدفاعيه على مسؤوليه الشخصيه، عناصر الدفاعيه سالجادو هو اللي مختارها في المعسكر اللي فات. طب مين المسؤول؟ مين المسؤول عن تنظيم الجهاز ده او اختيار الجهاز ده؟ صدقني احنا قاعدين على الترابيز دي وعمالين نلف، بس هي الترابيزه هي هو اتحاد الكوره. انت جايب سالجادو دي؟ اهو لسه الاستاذ برجاوي بيقول لي الزمالك خلص 1-1 هو سموحه، وسموحه ضيع ضربه جزاء وفي مشاكل في الملعب والدنيا تخبط. تخبط، ربنا يستر والله. يعني اتمنى ان الدوري يكمل على خير يعني في الاخر. مش عارف يا كابتن والله انا بقيت قلقان جدا، وبقى عندي رعب كبير جدا من العناوين اللي بتحط في البرامج في الصحف في الميديا، الدوري مش هيكمل، الدوري مش عارف يحصل له ايه. على ارض الواقع فعلا في مشاكل كتير، وكل ماتش وكل يوم هيبقى فيه مشاكل. ده انذار، ان في حاجه مش مظبوطه، في حاجه خطا، في اخطاء. ده انذار، يا تلحقه هيبقى في كارثه ثانيه. واحنا بصراحه مش في حمل كوارث يعني في الرياضه يعني. يعني الكارثه الاخيره دي طبعا اخرتنا بشكل كبير جدا، وخلت الكره المصريه رجعت ورا. فاحنا نتمنى ان الناس تفوق، الناس تفكر في مصلحه البلد، للناس المسؤوله تلحق المشاكل الصغيره دي، لان دي كل شويه تيت انذار كل مباراه او كل اسبوع. فانت الحق بص مشاكلك ايه، حلها. عايزين ننهض بالكره المصريه، مش عايزين ننزل بالكره المصريه. وانت والكابتن عمر عندك كده تكريم بتستعد له ازاي بقى؟ خلينا نتكلم بقى في حاجه مبهجه بقى، ونقول للناس حاجه مبهجه. وانت رايح لهانزا روستك والناس بتكرمك للسنه الثانيه، وانت من اساطير النادي انت وكابتن عماره، ورايح اكيد بتجهز عايز تعمل حاجه، اكيد ليك هناك ذكريات عايز تعملها. اول حاجه نخس شويه انا وعماره عشان الماتش. لا كابتن عماره ده يا ريت يجي لي على التليفون. كابتن عماره انا شفته في النادي، لا زايد اليومين دول، زايد اليومين دول، لا زايد شويه، وهيبدا بقى يخسس عشان الماتش بتاع شهر 5 ده ان شاء الله. كابتن عماره عايزين بقى شويه تخسيس 100 100 اليومين دول. لا بس في ملعب الشمس مقطع الدنيا، مكسر الدنيا، مكسر الدنيا. عمارة الشمال زي ما هي ما اتغيرتش. جميل كابتن عمارة، نجم كبير ومن احسن الناس لعبت في المكان ده طبعا. بعد كابتن ربيع الناس كل واحد رمزي. في جيله مميز، في كل واحد في جيله كان مميز بصراحه يعني، ده امان. طبعا بنبقى مبسوطين جدا. بيبقى في اتصالات بقى كتير معاهم في النادي، و بيحسسوك ان انت لسه عايش يعني، عارف اللي هو يعني ايه، هنا بيدوا بنج، لا هناك بيدوا حقنه الحياه. فبناخد حقنه الحياه بنبقى مبهجه يعني انت بتبقى الواحد فرحان. ماشي من هنا متبنج داخل على الانعاش، تروح هناك تاخد قبله الحياه وترجع تاني تاخد بيت السنه بقى. ما بتيجي تستجم هنا برضه. هي ضلمه قوي للدرجه دي يا كابتن؟ انا كل ما ادخلك عايز اقول حاجه حلوه الف ورق. والله الحمد لله يعني، انا بحمد ربنا على اي شيء، رب العالمين. ودي اهم حاجه يعني. انا عارف ان رزق هاخده ونصيبي هيجي لي، وعندي تصميم واراده ان انا ان شاء الله في يوم من الايام هبقى حاجه كويسه قوي في التدريب. انت عايز تقدم اللي انت استفدت بيه وتعلمته لبلدك، وتعمل تجربه حلوه، وعايز فرصه، وانت راجل يعني في المستوى والليفل اللي وصلت له ده، عايز تقدم اللي عندك. انت عايز تخدم يعني، عايز تخدم. انا كابتن ايهاب، لو انا حاسس ان انا يعني ما عنديش، صدقني مش هشتغل فيها، مش هخش المجال اصلا، هبعد يعني. لكن انا جوايا طاقه وعندي فكر وعايز اشتغل بيه، بس الاقي العوامل النجاح يعني. انت عارف هي مشكلتي كلها في عوامل النجاح، ان انا ابقى موجود في مكان فيه عوامل نجاح. طب اي بيئه رياضيه عوامل النجاح تتوفر ازاي؟ او ايه هي شروط عوامل النجاح؟ او ايه النقاط اللي توفر عوامل النجاح في اي مكان رياضي؟ اهم حاجه الاداره. الاداره لو عندك اداره قويه، واداره لها تخطيط لفتره، انا اقول مش هقول لك 5 سنين لان ده يبقى صعب جدا، سنتين على الاقل او 3. عندك امكانيات ماديه، لان الامكانيات الماديه زي ما قلنا ان هي بتتحكم بشكل كبير جدا في انك تقدر تختار العناصر اللي انت عايز تشتغل بيها. عندك ملاعب للتمرين للمباريات، ملعب تتمرن عليه وتلعب عليه. لكن مش متمرن في ملعب وتلعب في ملعب تاني خالص، وما بتنزلش عليه الا مره واحده بس في الاسبوع. الحاجات دي كلها ممكن
عوامل نجاح. الحاجات السلبيه الخارجيه يمكن الجمهور بعد الثوره السلوك اتغير شويه. ما بقاش زي الاول، ما بقاش ان هو بيحب فرقته وخلاص، لا ده عايز يتدخل في الاداره وعايز يمشي المدرب ويجيب مدرب، لا اللعيب ده مش عاجبني، اللعيب ده لازم بقى، في حاجات غريبه عن الرياضه. فدي بتاثر بشكل سلبي على اللعيب وعلى الجهاز اللي بيبقى شغال. يعني انا شايف العامل الرئيسي مجلس اداره محترم وقوي، امكانيات ماديه، بعد كده ممكن اي حاجه تركب بقى، يعني تقدر تجمع انت الحاجات دي. مدرب كويس عنده فكر بالظبط، اكيد طبعا. ده اداره، ما هي الاداره زي قلنا اداره نادي، اداره فريق، لاداره، فاداره الفريق دي تتمثل، بس كله مين اللي هيختار؟ في الاول والاخر مجلس الاداره بتاع النادي هو اللي هيختار، هو اللي هيحدد هيجيب مدرب كويس، هيبداوا يختاروا لعيبه كويسه، هيبقى في امكانيات يقدر يصرف، تكسب يديك مكافئات، يعني مش تكسب يستنى لك ماتش تخسره عشان يموت لك المكافاه الاول، لا في حاجات صعبه. المواهب بتقل ليه في الدوري المصري؟ مع العلم ان احنا المفروض المواهب تبقى اكتر بموضوع طبعاً. الاكاديميات اللي حصلت دي والطفره، بس للاسف ما لهاش مقاييس، فهي عشوائيه. عشان كده كله بيروح في الرجلين، كله بقى متشابه. يعني يمكن الاول كنت قاعد مع كابتن زيزو من فتره طويله طبعا، اما كنا شغالين في القطاع، فقال لك الشارع ده هي دي اللي بيخلي بتلعب براحتك في الشارع. مفيش الولد الصغير لا، او اي حاجه بتيجي في دماغك بتعملها، اي مهاره بتاع تيجي معاك مره ما تجيش معاك بتحاول تاني. لكن دلوقتي بتحطه في اكاديميه في كبت، ترسله الاقماع، ترسله مش عارف الايه، ونط وجري وجرب الكوره وشوط. فاصبحت ان انت بتحدد للولد المهارات بس اللي انت عايزها. لكن هو ممكن يبقى عنده مهارات اعلى من كده. ايوه حلو قوي النقطه دي. يعني انا بصراحه ده كابتن زيزو كلام، لا حلوه قوي قوي قوي. فالابداع ما بقاش موجود، بقينا زي المكن، بس انت عايز الولد يجي يعمل التمرين ده وخلاص. هي دي المهاره اللي موجوده، هو ممكن يبقى احسن من كده، فانت بتقتل المهاره من الناحيه دي، فبالتالي بتاثر عليك بعد كده. الشغل اللي تحت اللي ماسكين قطاع الناشئين كلهم لازم هيختار مدربين كويسين. انت النهارده لعيب بيبقى عنده 23 سنه و4 او 25 سنه ومش عارف يقف الملعب. شوف احنا قلناها مع بعض ازاي، ما بيعرفش يقف، دي كارثه. ما يعرفش امتى يغطي، ما يعرفش امتى يطلع لقدام، ما يعرفش امتى يطلع يخش لجوه وامتى يطلع لبره. بالظبط. يعني انا بس ماسك فرقتي يا ابني، الجناح ده امتى تخش جوه؟ لما يكون الباك بتاعك جوه ولا لما يبقى بره؟ اما يبقى بره هقطعها خلاص، لان هو بره. لما يكون جوه افضل بره عشان استلم الكره. يعني في حاجات ده صعب قوي تعلمه الواحد في فريق اول. هقول له ده وتقعد تعلم وتعلم، وفي الاخر تلاقي حاجه ثانيه. هنسعد بيك وانت بتتكرم في المانيا، انت وكابتن عماره، وهنتابعكم وان شاء الله نكون معاكم دايما، وتيجوا هنا بقى في تكريم بعد التكريم ان شاء الله تكرمه في المانيا. وقتي معاك خلص، وانا كنت سعيد جدا باجاباتك العفويه، وبقول لك اي يعني لحظه حزن لا 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 فرح كده وانبسط قبل ما تروح للتكريم، ولا حضرتك حابب تقول اي حاجه قبل ما اشكرك؟ انا طبعا بشكرك، وانا بصراحه يعني انا قلت حاجات كان نفسي اقولها وما كنتش اقولها مع حد غيرك، لان انا ببقى مبسوط ان انا موجود معاك، وبشكركم طبعا على الحلقه الجميله دي. حبيبي يا كابتن، نورت وشرفت بيتك، واحنا ضيوف عندك، فاسمح لي اشكرك. شكرا يا كابتن، ربنا يخليك. شكرا. واحد من نجوم الكره المصريه، واحد من نجوم الكره العالميه وتحديدا الكره الالمانيه، نفسه ياخد فرصه، وقالها على الملأ، ادوني فرصه عشان اقدم اللي عندي. كل سنه بيروح يتكرم في المانيا. هانزا روستك هو كابتن محمد عماره، وبيروحوا جواهم امل، بيقول لك انا بروح اخد قبله الحياه واجي. يا رب دايما يبقى عندنا قبله حياه، ويا رب تبقى قبله الحياه هنا في بلدك مش بره. لسه مكملين، والاهلي الليله النهارده في فقرات مميزه جدا، ولازم اروح سريعا لزميلي امير هشام. جزيلا زميلي العزيز الاستاذ ايهاب الخطيب على هذا الحوار الرائع مع كابتن ياسر رضوان نجم نجوم الكره المصريه والنادي الاهلي. اكيد كان حوار شيق وممتع جدا، فبالتالي لسه مستمرين طبعا معاكم في حلقه النهارده من الاهلي الليله، وعندنا العديد من الامور لسه هنتكلم فيها، لكن بالتحديد الفقره الخاصه اللي معانا دلوقتي، وهي خاصه بلائحه النظام الاساسي بنادي الاهلي.
يعني القصة كانت مهمة جدا خلال الفترات اللي فاتت، خلال 3 أسابيع بالتحديد، يمكن سابقين بالتحديد، كان في اقتراح أو كان في مشروع لائحة النظام الأساسي. الجزئية اللي كانت مهمة ان تم التواصل زي ما احنا عارفين، وقصة لازم نتكلم فيها كتير لان ده شيء غير مسبوق، ما حصلش قبل كده في اي نادي خالص، ان النادي الاهلي خد قرار، مجلس الادارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب خد قرار في التواصل مع الاعضاء، ومش بس الاعضاء كمان، لا تواصل مع كل جمهور النادي الاهلي علشان يبقى في حوار مجتمعي في اختيار بنود لائحة النظام الاساسي. ده كان شيء مهم جدا. كان ممكن مجلس الادارة يعمل ايه؟ يعمل لائحة يحدد يوم الجمعية العمومية، الناس تيجي تصوت على اللائحة او لا، لكن مجلس إدارة النادي الأهلي اختار الطريق الأفضل بالتحديد، وطريق ما حدش خالص كان فكر فيه خالص قبل كده، وما حدش كان يتوقعه كمان، هم يتواصلوا مع أعضاء النادي الأهلي ويتواصلوا مع جمهور النادي الأهلي كمان، وكان في بريد إلكتروني معمول، وكانت الفترة محددة لغاية يوم 9 من الشهر الجاري، طبعا يوم 9 السابق، وكان التواصل مع أعضاء النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في مزيد من الاقتراحات الخاصة ببنود اللائحة. فبالتالي دي كانت خطوة مهمة جدا. انتهت هذه الخطوة، دلوقتي بيتم صياغة اللائحة، أو خلاص تم صياغة اللائحة بشكل نهائي، هيتم طبعا طباعتها وعرضها على اعضاء الجمعيه العموميه عشان يوم 28 ان شاء الله من الشهر الجاري هيكون في تصويت على هذه اللائحه. الشيء الاكثر اهميه هو توافد اعضاء النادي الاهلي على مقر النادي الاهلي في الجزيره ان شاء الله يوم 28 من شهر سبتمبر الجاري عشان يدلوا بصوتهم بخصوص هذه اللائحه ولائحه النظام الاساسي، عشان نتخلى بقى عن اللائحه الاسترشاديه اللي بيصير من خلالها النادي الاهلي خلال الفتره دي. لازم وطبيعي جدا نادي كبير جدا بحجم النادي الاهلي يكون عنده لائحه خاصه بيه ونظام خاص بيه يمشي من خلاله لفترات كثيره جدا مقبله ان شاء الله. والجميل كمان ان هي فيها توافق كبير جدا بعد التواصل مع اعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، والاكثر جمالا كمان يعني كل الاعضاء اللي كانوا متواجدين او اللي تم من خلالهم مناقشه بنود اللائحه كانوا على وعي ودرايه كامله جدا باهميه التناقش، وكان في بعض البنود تم تعديلها بالتحديد كمان 31 بند تم تعديله بعد ما كان متواجد في المشروع بتاع اللائحه، دلوقتي بقى موجود في اللائحه نفسها والنسخه الاخيره والصياغه الاخيره للائحه النظام الاساسي، وده بعد التواصل مع الاعضاء والجماهير. وكان في حوالي 350 او 3500 مقترح بالتحديد وصلوا لمجلس اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه بخصوص المقترحات والبنود. لكن الخطوه الاخيره وهو خلاص بعد صياغه هذه اللائحه هيتم عرض التصور الاخير الصيغه النهائيه على اعضاء الجمعيه العموميه في مختلف فروع النادي الاهلي سواء الجزيره مدينه نصر والشيخ زايد عشان ان شاء الله يتوافدوا ويكونوا متواجدين يوم 28 من الشهر الجاري عشان يدلوا بصوتهم في لائحه النظام الاساسي. وده اكيد شيء مهم ومميز جدا ان شاء الله 12,500، وانا اعتقد كمان بعد التواصل الكبير جدا مع مجلس اداره النادي الاهلي من قبل اعضاء الجمهور العدد هيزيد طبعا، نصاب القانوني عارفين لازم يكون 12,500 عشان يكون الامور ماشيه بشكل صحيح. فبالتالي ان شاء الله اكثر بكثير ان شاء الله هيكونوا متواجدين في مقر النادي الاهلي يوم 28. اللائحه كلها طبقا طبعا للميثاق الاولمبي والقانون والدستور المصري، فامور جيده. وكمان من ضمن الاشياء الجيده التواصل ما بين مجلس اداره النادي الاهلي واللجنه الاولمبيه برئاسه المهندس هشام حطب في هذه البنود عشان ما يتمش التأخر، يعني ممكن كان مجلس يعمل اللائحة من غير ما يتواصل مع اللجنة الأولمبية، يجي اللجنة الأولمبية يكون عندها اعتراض على بعض البنود فيتم إعادة الموضوع من الأول، لأن النادي الأهلي أو مجلس الإدارة بالتحديد كان واعي لهذا الموقف علشان ننجز في الأمور أو الأمور تمشي بالسياق الطبيعي، وإن شاء الله يخرج النادي الأهلي بلائحة أكثر من رائعة تناسب كل أعضائه وجمهوره بشكل عام خلال الفترة الجاية وبالتحديد يوم 28 من الشهر الجاري. عشان كده خلينا نروح نشوف هذا التقرير مع عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، سواء طبعا الأستاذ إبراهيم كفراوي، أستاذ طارق أنديل، أستاذ محمد الجرحي، الدكتور محمد سراج الدين، وبيتكلموا طبعا عن مشروع لائحة النظام الأساسي. نروح نشوف التقرير ده ونرجع مرة ثانية. الحدث ده لم قامات كبيره جدا من القانونيين على مستوى مصر واساتذتنا، وفعلا ناس مخلصين في حب النادي الاهلي وخدوا من وقتهم وخدوا من جهدهم، كانوا بيقعدوا بال 15 ساعه في اليوم متواصل عشان يطلعوا هذه اللائحه، وكانوا بيتعاملوا معانا الحقيقه، يعني عايز اقول لك بغض النظر ان هم ناس سنا واقاما وكل حاجه، انما كانوا بيتعاملوا كواحد من اعضاء النادي الاهلي من دون اي نظر الى الـ 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 الكيان او لا خالص. ناس يعني الحقيقه احنا بنفتخر، انكار زاد احنا بنفتخر ان احنا اتصورنا معاهم كمان النهارده. بقول الحمد لله
من ناحية مجلس الإدارة ده واجب، ما هو وتكليف، ما هوش حاجة مجهود زيادة، ده واجبنا إن احنا نعمل الكلام ده. لكن في ناس بدون أي أغراض أو بدون أي حاجة بحب أوجه لها الشكر، مع السادة المستشارين اللي ساهموا معانا وعلى رأسهم المستشار الجليل محمود فهمي، الأب اللي بنتعلم منه على مدى عمرنا في النادي الأهلي، بشكره على مجهوده وعلى وقته وعلى كل حاجة، وجميع المستشارين معاه، السادة أعضاء اللجنة المركزية اللي ادوا من وقتهم ومن جهدهم عشان يساهموا بدون أي أغراض وبدون أي حاجة، وكان في حب، وتحس ان الموضوع ده معمول في اطار عائله الاهلي بكل حب. جميع اللجان في النادي الاهلي اشتغلت عشان توصل للاعضاء وتجيب ارائهم وتعكس وجهه نظرهم. كانوا بييجوا مش بس في الندوات اللي اقيمت، لا ده كمان على مدى الاسبوع كامل كانوا بيروحوا للاعضاء. الناس اللي جت وقفت في البوثز اللي اتعملت للاعضاء كانوا واقفين تطوعا دون اي مقابل، لمجرد ان هم بيحبوا النادي الاهلي وعايزين يوصلوا للجمعيه العموميه للنادي الاهلي عشان ياخدوا رايها. وطبعا على راس الناس اللي بشكرها الجمعيه العموميه نفسها، خليه نحل وخليه عمل اشتغلت على مدار فتره كبيره. النهارده بيتوج اليوم بتسليم اللائحه اللي ان شاء الله بقي دور. بقى الجمعيه العموميه عملت دور غير طبيعي الفتره اللي فاتت بحاله الحراك، بالتفاعل معانا في اقتراحاتهم اللي نتج عنها تغيير اكثر من 50 بند، مقترحات تجاوزت ال 3500 مقترح، تفاعل غير طبيعي حصل من الجمعيه العموميه. يكتمل ان شاء الله باللي احنا واثقين منه اللي هو في نضج ووعي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، انها تحرص ان يكون ليها لائحتها اللي معبره عنها اللي هي حطتها، اللي هو لم يحدث في اي جمعيه عموميه قبل كده في اي لائحه وضعت في الانديه الحاله اللي حصلت دي، ان هي الجمعيه العموميه تضع بند تستفتى على بند قبل يوم الجمعيه نفسه. يوم جميل، بس انا حابب قبل ما ابدا كلامي حابب اشكر مجلس الاداره ان هو شرفني وكرمني ان انا اكون جزء من اعداد اللائحه، من اول لجنه الصياغه وبعد كده اللجنه المركزيه المسؤوله عن التواصل مع الاعضاء، وان احنا نبدا نتحرك مع الاعضاء ونبدا نعمل لائحه بشكل مختلف تماما، لائحه شارك فيها الجميع، كل الناس شاركت في اللائحه، كل الناس كانت حابه تشارك في اللائحه، خصوصا لما عرفت ان رايها مؤثر وان كل اللي بيبعتوه بيتم تعديله وبيتم دراسته بشكل جيد. الحمد لله خرجنا بلائحه يعني عليها اجماع بشكل كبير. ان شاء الله عندنا يوم 28، نتمنى بقى يعني ان احنا زي ما النادي الاهلي طول عمره رقم واحد، نتمنى ان احنا يوميها نبقى رقم واحد. النادي الاهلي لا يليق بيه ان هو يستمر بلائحه استرشاديه، عايزين يوميها نشوف عدد ضخم. انا عندي ثقه غير طبيعيه في اعضاء الجمعيه العموميه، وان شاء الله هنشوف يوم يعني حاشد. الحمد لله وصلنا النهارده للصيغه النهائيه للائحه بعد يمكن مجهود كبير شارك فيه الجميع، كان على راسهم طبعا اللجنه يمكن اللي وضعت اللائحه من البدايه، كنت مشكلا مجلس الاداره وكان فيها طبعا برئاسه المستشار محمود فهمي، وبعد كده توالت طبعا الاقتراحات والافكار من جميع الاعضاء في النادي، وورش عمل كتيره جدا اللي اتعملت لاطياف مختلفه والفئات مختلفه، وشارك طبعا فيها كبار الساده المستشارين اللي يمكن النهارده يعتبر اقل حاجه يعني يمكن كتكريم معنوي ناس اشتغلت بجهد وبتعب بدون اي مقابل وبدون ما تستنى اي حاجه، حبا في النادي الاهلي وحبا في عملها. الحمد لله في النهايه الصوره يعني الحمد لله مكتمله، ونتمنى ان شاء الله تكمل على خير يوم 28 باذن الله. طبعا تقرير كان هام واكثر من رائع من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بخصوص لائحه النظام الاساسي، وهذا الملف الهام جدا من الشغل الشاغل لاعضاء النادي الاهلي خلال الفتره المقبله وحتى يوم ان شاء الله 28 من الشهر الجاري. منتظرين ان شاء الله عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي يكونوا متواجدين في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان يدلوا بصوتهم في لائحه النظام الاساسي ان شاء الله.
نروح بقى لجزئيه اخرى وهي خاصه بالسباحه. زي ما احنا عارفين الفتره اللي فاتت كان في بطوله السباحه القصيره بالجزائر، انتهت منذ 3 أيام بالتحديد. عندنا ابطال من النادي الاهلي كانوا متشاركين مع منتخب مصر في هذه البطوله، سواء طبعا هانيا مورو اللي خدت طبعا احسن سباحه برصيد ميداليات 4 ذهب و2 فضه، عندنا ايضا محمد سامي واحمد حمدي وعلي خلف الله ورويده هشام، طبعا عدد من ابطال النادي الاهلي قدروا ان هم يجيبوا ميداليات عديده لمصر من خلال هذه البطوله، بطوله السباحه القصيره في الجزائر. وطبعا كان في اشاده كبيره جدا من الدكتوره رانيا علواني عضوه مجلس اداره النادي الاهلي، وهي اكيد سباحه كبيره جدا، فبالتالي اشاده منها اكيد بتكون مهمه بالنسبه للاعبين صغار زي دول، فاكيد نتمنى لهم الاستمراريه في حصد المزيد من الميداليات سواء للنادي الاهلي او لمنتخب مصر. خلينا نروح نشوف التقرير ده مع لاعبه النادي الاهلي وبطله افريقيا والنادي الاهلي في السباحه القصيره هانيا مورو، ونرجع مره ثانيه. أنا هانيا مورو، أنا بلعب سباحة في النادي الأهلي من وأنا عندي 5 سنين. يعني النادي الأهلي ده يعني مش عارفة أقول لك إيه، بس هو يعني هو بجد بجد بيتي التاني، يعني هو أهم حاجة في حياتي. أنا كنت باجي النادي ده من وأنا عندي 5 سنين، وفضلت أجي لحد ما بقى عندي لحد دلوقتي، أنا لحد دلوقتي لسه باجي. بس حاليا انا عايشه بره في امريكا، بدرس في جامعه اسمها UMBC University of Maryland Baltimore County، بقالي 3 سنين هناك وفاضل لي سنه. طبعا انا بعوم للنادي الاهلي من وانا عندي يعني كومبيتيتيف، يعني بعوم بطولات من وانا عندي 11 سنه، يعني من وانا عندي 10 سنين المفروض لحد دلوقتي، يعني بطولات كاس مصر، بطولات الجمهوريه، كل البطولات الحمد لله. يعني في طبعا بطولات بفوتها عشان بيبقى عندي جامعه، لكن اي بطوله طبعا اقدر اجي عشان النادي الاهلي طبعا ما يعني مش بتردد. يعني طبعا انا كسبت بطولات القاهره والجمهوريه باسم النادي الاهلي على مستوى الدولي، بطولات عربيه وبطولات افريقيه طبعا. وانا عندي 15 سنه كانت اهم بطوله ليا، كانت دوره عربيه، كان عندي 15 سنه وكسبت ال 200 باك وخدت تاني في ال 100 باك. بعد كده دي كانت اول نقله في حياتي. بعد كده كان عندي بطوله عربيه في المغرب، كسبت 200 حره و 400 حره و 800 حره والتتابعات طبعا. بعد كده اهم بقى حاجه حصلت في حياتي ريسنتلي بعد بطوله افريقيه، طبعا كان عندي ترايلز بطوله العالم وحطمت رقم مصر في 200 في 400 حره و 800 حره، وتاهلت بطوله العالم كانت في المجر، كانت السنه اللي فاتت المجر 2017. دي كانت اهم حاجه في حياتي، ان انا احطم ارقام مصر في وسط اهلي وفي وسط مدربين النادي الاهلي، الناس اللي شافتني وانا طفله كانت بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. يعني البطوله كانت في اسكندريه عشان هي كانت بطوله كاس مصر، بس انا طبعا بلعب باسم النادي الاهلي، ف ان انا اعمل الارقام دي في وجود مدربيني اللي هم اكتشفوني من وانا طفله، طبعا دكتور احمد القاضي وكابتن تامر زينهم، وطبعا كابتن اشرف صلاح يعني لما باجي في الصيف بتمرن معايا دلوقتي، يعني الناس دي، ان انا اعمل الارقام دي في وجودها كان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي قوي قوي، فالحمد لله على يعني الحمد لله على كل حاجه. اخر حاجه طبعا انا لسه راجعه امبارح من الجزائر، كان عندها بطوله افريقيه عمومي، كسبت 4 ميداليات ذهب في سباقات 200 حره و 400 حره و 800 حره و 1500 حره، وميداليتين فضه في تتابع 4×100 حره و 4×100 متنوع. واخر البطوله الحمد لله كسبت كاس احسن سباحه في افريقيا، فكان بالنسبه لي حلم، والحمد لله الحلم اتحقق. يعني انا ما كنتش متخيله ان كل ده يحصل، بس يعني طبعا السبورت من النادي الاهلي ومن اهلي، ويعني بجد بجد انا مهما احكي لك النادي على طول ورايا وعلى طول معايا، يعني فعلا زي ما بيقولوا بتوع الكوره هو اعظم نادي في الكون فعلا، فالحمد لله على نعمه النادي الاهلي. طموحاتي مع النادي الاهلي ان انا اعمل كل حاجه عشان اشرفه، يعني نفسي طبعا ان انا اوصل الاولمبياد، وان انا ابقى بنت النادي الاهلي، ان انا النادي الاهلي طبعا افضل عليا كتير قوي، فاي حاجه هوصل لها هيكون هانيا بنت النادي. فنفسي ان انا اوصل لكل حاجه حلوه في السباحه عشان الناس تعرف ان النادي الاهلي ده يعني
مخرج اجيال، مش حد ولا اتنين، لا احنا نادي الاهلي فعلا فعلا مصنع الابطال يعني الحمد لله. بالتوفيق لهانيا وكل ابطال النادي الاهلي اللي بيحملوا اسم وشعار النادي الاهلي في مختلف الالعاب الرياضيه داخل جدران القلعه الحمراء، دايما ان شاء الله في تفوق ونجاح مستمر، وان هم يجيبوا لنا المزيد والمزيد من الميداليات والبطولات المختلفه للنادي الاهلي زي ما احنا متعودين دايما. ده طبعا كان تقرير هام جدا مع بطله مصر وافريقيا والنادي الاهلي في السباحه القصيره. دلوقتي جت معاد فقره هامه جدا 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 مع زميلي العزيز استاذ شريف فؤاد، واللي هيستضيف فيها قيمه اهلاويه كبيره جدا طبعا دكتور محمد العدل، ليه الحديث المفتوح عن لائحه النظام الاساسي بالنادي الاهلي. اكيد فقره هتكون مهمه لكل اعضاء النادي الاهلي، لازم تتابعوها كويس جدا. اروح سريعا لاستاذ شريف فؤاد. يا استاذ شريف مساء الفل عليك. مساء الخيرات امير، اشكرك وتحياتي ليك. سعيد جدا حقيقه بهذا النشاط لشاشه قناه النادي الاهلي وابنائها وشبابها المبشر، وانت اعلامي واعد، بتمنى لك كل توفيق وبشكرك وبرحب بمشاهدينا الكرام في هذا اللقاء. الحقيقه اللي زي ما امير قال هيكون مع قامه كبيره من القامات الاهلاويه اللي بنحمل لها كل تقدير واحترام، هو واحد من رموز الجمعيه العموميه للنادي، لا يبخل ابدا على تقديم كل دعم لناديه الذي يعشقه منذ نعومه الاظفار. يساعد كعضو مجلس امناء قناه النادي الاهلي مع الكابتن محمود الخطيب ونخبه من ابناء النادي، مؤخرا كان حريص على المشاركه واداره ورشه العمل التي انعقدت في معقل النادي الاهلي بالجزيره لمناقشه لائحه النظام الاساسي للنادي، له رؤيه مختلفه وأيضا محمل بكثير من الأحلام والطموحات لنادينا العريق. الدكتور محمد العدل المنتج الكبير وعضو النادي الأهلي، برحب بيه وسعداء جدا جدا بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي العظيم. أنا اللي سعيد بيكو وسعيد بالقناة وسعيد بكل الأهلوية اللي بتفرجوا علينا، وسعيد يعني ان اكون متواجد في قناه الاهلي النادي الاهلي، ده شيء رائع وعظيم جدا. لكن انا ما عنديش رؤيه مختلفه، انا عندي رؤيه متفقه مع كل اعضاء النادي الاهلي وكل الجماعه العموميه وكل الجماهير اللي بره، لان في الاخر انا بعتقد ان احنا بنؤدي دور واجب علينا للنادي واعضائه ولاولادنا ولاحفادنا بعد كده اللي هيبقوا اعضاء الجمعيه العموميه بعد كده. صحيح. بس محمد يا او دكتور محمد، لما حضرتك لاول مره حصلت او وصلك الكتيب اللي كان بيحتوي المسوده او مشروع لائحه النظام الاساسي اللي اتغيرت بشكل كبير جدا نزولا على رغبه الاعضاء، كان ايه شعور حضرتك وتصفحتها ازاي؟ وايه اول حاجه خطرت في ذهنك؟ اقول لك ان جيت لحق قبل ما اتصفحها، انا فكره المناقشه حولها حولين اللائحه دي هي اللي كانت عامله لي نوع من انواع الانبهار. ليه؟ لان عاده ما جرى مثلا في طبعا مجلس الاداره السابق اغلبهم اصدقاء واعرفهم كويس قوي، ولما حصل ان في لائحه اتحطت كان رايي ان يبقى فيها حاجه زي المناقشه المجتمعيه اللي بتحصل، لكن هي حصل فيها ثلاث اجتماعات عامة الناس تناقش فيها، وأنا بعتقد إن دي ما كانتش تدي اللي المفروض يحصل. وبالتالي من جيت الحقيقة هي كمان كانت في الصيف، وفي فترات الصيف دي الأعضاء أغلبهم اللي زي حالتي كده خميس وجمعة يعني. خميس وجمعة وسبت بنسافر ونرجع نشتغل حد واثنين وثلاث واربعة، وبالتالي هي اتعملت ثلاث ايام خميس وجمعة وسبت، فانا ما حضرتهاش. انا بشوف اللي بهرني في ده ان انت بتعمل لائحة لها فلسفة انها تحمي عضو الجمعية العمومية ولا تحمي مجلس ادارة، بالاساس فيها انها تحمي الجمعية العمومية، ولذلك على الجمعية العمومية انها تحطها. هم حطوا او اللجنه الموقره اللي وضعت التصور الاولاني ده حطوا حاجه زي الايه الجهاز العظمي كده. ايوه. وانت ملا لحم بقى.
يعني الجهاز قدامك عشان ما نبقاش بعيد، لكن انا ما اعرفش ايه النقط المفروض تتحط، فانت حطيت لي النقط او ما قالوا النقطه دي كويسه والنقطه دي وحشه، النقطه دي كويسه قوي والنقطه دي لو زودنا عليها، فحصل نوع من انواع التفاعل انا كنت متخيله برضو في الاول، يعني اصدقك القول اما اتقال هيبقى في حوار اعتبرت ان الحوار ده هيبقى مجرد ندوتين كده ولا حاجه لكن يعني. لقيت ان مثلا كابتن محمود الخطيب هو قيمه وقامه، ويعني الواحد بيفخر انه بيقعد معاه ويتكلم معاه، لقيته بيقول لي لا ان كل شريحه من الشرائح الموجودين في المجتمع النادي المفروض يقعدوا يناقشوا ده على بعضهم لان دماغهم هتبقى قريبه من بعض فيقدروا يناقشوا. فكان الفنانين والمثقفين ليهم، واكتشفت ان الرياضيين ليهم، كل الناس بقى ليها، الاعلاميين، كل مجموعه هتقعد تتناقش. وجينا جيت لحق يعني اشرف ان اكون وسط كوكبه من الفنانين والمثقفين، على راسهم الاستاذ نبيل الحلفاوي، طارق الفيشاوي، كان في احمد عيد، صبري فواز، جمال بخيت، جمال بخيت، كريم فهمي، واذا نسيت حد ما يزعلوش مني هم كلهم اصدقاء، وحيد مخيمر مخرج وفنان تشكيلي طبعا. فالمجموعه دي كلها لما جت انا متخيل برضو ان احنا هنيجي نقول والله كويس، يعني انا حاطط نقطتين بس لقيت في خناقه حصلت، يعني في بنود حصل عليها خلاف حد، وكل واحد بيطرح وجهه نظره بشكل يعني كل واحد اولا وجهه نظره عنده حيثيات طبعا، لا حيثياتها ولا وجهه نظرها ولا واجهتها، ومحدش فيهم بيقول هو عايز ايه، النادي عايز ايه، الكيان ده عايز ايه، الكيان ده يكمل ازاي بمبادئه اللي نعرفها، بتركيبته اللي نعرفها. ولذلك مثلا كان في خلاف على موضوع بند الثمان سنوات بين الاثنين، ومجموعه بتقول هنا ومجموعه بتقول، ودي لها وجهه نظر تحترم ودي لها وجهه نظر تحترم، وطرحنا وجهه نظرنا وحطنا. انا لغايه دلوقتي ما اعرفش التوصيات اللي قلناها تمشي ولا بتمشيش، لكن انت حضرتك كنت من انهي مجموعه طيب وانا اقول لحضرتك؟ لا انا جيت لحق، انا مع التغيير، يعني انا الثمان سنوات انا عارف انها تلغي. هو كابتن محمود خطيب كان مصر عليها، هو كان مصر عليها، وانا بشوف ان في يعني في وجهه نظر بتقول ان الجمعيه العموميه صاحبه الحق انها تقول تنتخب ولا تنتخب أو لا، سواء انت تقدمت لفترتين او ثلاثة مثلا، وفي مجموعة بتقول لك لا ادي فرصة للآخرين يطرحوا نفسهم لأنك واخد شعبية اوريدي، فلما تطلع بره بتدي فرصة للآخرين انهم يطلعوا، والنادي الأهلي زي مصر كده ولادة صحيح، واخد بالك، وبالتالي هيطلع قيادات وهيطلع، وهي كانت واقفة على فكرة، يعني وصلنا في الآخر لكمبرومايز، طب خلوها للرئيس بس والباقي يعني المناصب الاخرى ممكن تتغير. لكن انا زي ما انا ما يفرقش بقى هي طلعت ايه، هي يفرق ان انت الحوار عملت هذا الحوار ووصلت لانك طرحت توصيه صحيح. خد بالك عندي مثلا توصيه اخرى ما اعرفش تاخد بيها ولا لا، وجايز ما جبتوش سريتها، لكن مجلس الاداره السابق جيت للحق اصدر قرارا بانه ياخد على الاشتراك تبرع ل 57 357، خلاص. وانا مش ضد التبرع بس ما يوجهش، لا اولا ضد كلمه انك تاخد مني اجباري، ضد كلمه تبرع. التبرع بمزاجي وبرغبتي مش غصب عني، ده واحد. اتنين، اذا قررت انك هتعمل تبرع تعمل تبرع، حط لي 5 6 7 جهات اختار منهم، انا اختار صحيح. واخد بالك صحيح. فده قلناه يعني ده يعني مش عارف ده ممكن يكون مكانه اللائحه ولا قرار مجلس اداره يلغيه، لانه لا هو اللائحه يعني قد يبدو ان هو نوع غير دستوري بالاساس. هو اللائحه جت للحق المفروض انها تقول ليس من حق مجلس اداره فرض تبرعات دون الرجوع لجمع الأمية صحيح. اذا كنت يعني عايز انا عايز اقول لحضرتك انه ما فهمته بالامس بعد ان تسلم الكابتن محمود الخطيب البروفه او النسخه في شكلها الاخير قبل ترحال الساده الاعضاء من المستشار محمود فهمي، انه معظم ما انتهت اليه الجمعيه العموميه وورش العمل والندوات وكل المقترحات
تم تضمينه، بحيث انه تم زي ما حضرتك تفضلت دكتور محمد تعظيم دور الجمعيه العموميه تماما، بل وتقليص دور المجلس مجلس الاداره في امور كثيره. هو بص انا لو الجمعيه العموميه قالت ان مجلس الاداره هو صاحب الراي الاول والاخير، قرار جمعيه عموميه، فده قرار جمعيه عموميه. فهي في الاخر انت اديتني فرصه اقول ده لا، حتى لو ما خدتش يعني اديني فرصه صح. اقول لا او واعترض، وعملت حاله حراك داخل النادي وخارج النادي. يعني في ناس، انا بقول للكابتن محمود الخطيب ان في ناس جايه مش اعضاء في الجمعيه العموميه، قال لي مدام اهلاويه ومدام حابين النادي حتى لو الجمهور شارك في مقترحات. هقول لك احد اللي ما جوش للاسف انه ما جاش لانه ما كانش موجود في مصر، كان الدكتور مدحت العدلي وهو زملكاوي. يا سلام، واخد بالك؟ لكن مدحت عضو جمعيه عموميه، ومدحت دكتور مدحت ان جت للحق من الناس اللي بيشوفوا الكيان ده احسن له ايه يتعمل فبيعمله. يعني في انتخابات يعني ما اعتقدش ما عندوش هوى في النهايه. لا 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 لا، هو الهوى يقول رياضيه، لكن ده لا يمنعه من الحفاظ على الكيان، يحمي طبعًا النادي طبعًا على بعضه وتركيبته. لان في انا من مصلحتي ان يكون الاهلي قويا والزمالك قويا وسموحه قوي، الانديه كلها قويه اداريا بره الكوره، ماليش دعوه بالكوره، اداريا، لان هذه المنظومات الكيانات صغيره اداريا لو كويسه خلاص هنجمع في المجمل العام اداريا على مستوى الدوله بشكل صحيح كويس. صحيح، ما هي دي زي ما بنقول قاطره، يعني دي مؤسسات بتقود شباب وبتقود نخبه عظيمه جدا. طب على ذكر الدكتور مدحت، وفي ديمقراطيه ولا ديكتاتوريه في آل العدل؟ فانتوا مين كده ومين كده يعني؟ لا احنا ديمقراطيه. بص اولا احنا عائله تعشق كره القدم من نعومه اظافرها. صحيح. فينا اهلاوي وزملكاوي، واحنا تقريبا نستطيع ان نقول ان احنا نص ونص. انا معايا يعني مش انا طبعا، الاستاذ رمزي العدلي ده كبيرنا، الاخ الاكبر. ده الاكبر. ثم انا، ثم السيده منال العدلي دي اختنا الصغيره، ربنا يبارك فيها. فدول اهلاويه بجنريشن بكل بالاجيال الجديده، بالاجيال الجديده كلها يعني. ده كانوا بيحضروا مقصوره يا فندم؟ لا كلنا مشجعين. يعني دي ما فوتناش يعني، لا انا ولا عيلتي ولا اختي ولا كل ده كنا بنروح نتفرج. وبتمنى ان جيت الحق ان احنا نرجع تاني نتفرج في استاد القاهره ونروح قريبا باذن الله. يعني عندنا فرصه عظيمه في ماتش حوريه، وجمهور الاهلي ان شاء الله يكون على العهد، وتبقى بدايه طيبه فعلا في عوده الجماهير. اتمنى ان احنا يعني يبقى في استاد القاهره. انا ما اقدرش، انت ما تقدرش تحملني وانا راجل بشتغل اني كل اسبوع اسافر الساحل عشان اروح برج العرب اتفرج او ما شابه. فيعني دي بالمره يعني الحقيقه، لكن احنا عائله ديمقراطيه جدا، ينتهي علاقتنا الرياضيه بانتهاء المباراه. طيب في حاجه، سؤال خارج السياق يعني. اتفضل. حضرتك قلت ان حضرتك والاستاذ رمزي ومنال هانم اهلاويه والاجيال. طيب رحمه الله عليه اخونا واستاذنا الفاضل الاستاذ سامي، كان زملكاوي كبير. زملكاوي كبير، والدكتور مدحت والاستاذ جمال. طب ما كانوش حريصين هم يطلعوا الاولاد اهلاويه علشان يسعدوا زي عمامهم وكده؟ لا لا لا، هم شايفين سعادتهم. لا ما انا هقول لك انت يعني انتوا دايما اكثر سعاده. مش شرط، يعني مش شرط كده خالص يعني، جايز هم بيتبسطوا انه بيلعبوا بشكل كويس وبيخسروا ما بيفرقش معاهم، لكن هم بيسعدوا بالزمالك في كل احواله، يكسب يخسر يتعادل هم بيسعدوا. بس حضرتك ما تقدرش تستميل اي جيل جديد من هناك ناحيتنا يعني. والله صعب يعني، صعب. اكيد بيحب ابوه اكتر مني يعني، لان ما حدش يقدر يستميل اولادي ناحيتهم يعني. انا لغايه حفيدتي دلوقتي يعني النادي، تعرف نادي صيد والنادي الاهلي، لان انا بوديها النادي الاهلي على طول. فاحنا صغيرين كان بابا بياخدهم هم ونادي الزمالك، فهم تربيه النادي. طيب الحراك المجتمعي والمشاركه العظيمه دي من كل رموز المجتمع الاهلاوي زي ما حضرتك تفضلت يا دكتور. طبعا الاستاذ رمزي العدل باعتباره هو جيولوجي لكنه ممثل. صحيح. فحضر معانا كمان في ال كان موجود. انا سالت عليه طبعا. استاذ رمزي وهي عائله دكتور محمد، انا كنت بدردش معاه قبل الهوا شويه، انا عندي مشكله ان انا متعصب شويه لابناء الدقهليه يعني المنصوره. ولاده زي ما دكتور محمد قال، فقال العدل الحقيقه من اكبر عائلات المنصوره، هذه المدينه الرائعه اللي كان بيصفها ابراهيم ناجي انها النائمه على ذراع النيل يعني، وهي بلد
شيء غريب جدا، بلد كل المبدعين يعني كل الرواد في كل المجالات بدءا من كلثوم وهدى شعراوي وعلي مبارك ومحمد التبعي واحمد يعني حسن الزيات يعني وفاتن حمامه وكمال الشناوي. انا بقول لك الاطلال قصيده مغناه منصوريه كامله صحيح، يعني ابراهيم ناجي، رياض السنباطي، رياض السنباطي، ام كلثوم، واحنا مشاهدين فبرضه احنا جزء في الحكايه. لا احنا ده كابتن محمود خطيب كمان من المنصوره. طيب بتراهن على الاعضاء الجمعيه العموميه الان للحفاظ على هذه المكتسبات اللي تحققت في ظل ان اللائحه الاسترشاديه ما بتعطيناش كاعضاء جمعيه عموميه كثير من حقوقها دكتور محمد؟ انا بعتقد ان الجمعيه العموميه انت المره دي ما ومش عايز ابقى بقول كلام الناس تفهمه غلط، انت مش سيئها. الجمعيه العموميه هي اللي سيئتك. يا سلام، ايوه واخد بالك، هي اللي سيئتك وهي اللي قالت. تعبير حلو قوي يا دكتور محمد، اشكرك اذا كان التعبير كويس. لا 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 ده فعلا انت معنى او معنى انا ما وصلتلوش قبل كده. أشكرك. ان الجمعيه فعلا هي المره دي هي اللي سيئه الحكايه، فاذا ما كانتش هي لما تسوق تثبت ان رايها هو الصح. يبقى ما فيش منطق للحكاية. أنا أعتقد أن احنا يعني هذه المرة هنعمل جمعية عمومية غير مسبوقة في العدد وفي الوقت. احنا عملنا جمعية عمومية لانتخابات النادي الأهلي في 10 ساعات غير مسبوقة، 40,000 في 10 ساعات أو 37,000 طبعا. واخد بالك؟ وأعتقد أن هذا العدد لن يقل وقد يزيد. وأنا سامع كمان من سيد العميد محمد مرجان ان يعني هيبقى في تسهيلات جداً يعني جداً. يعني بالصعوبه اللي كانت موجوده في الانتخابات جه 37,000، فما بالك لو الدنيا اكثر راحه واكثر. اعتقد انها هتبقى ده. انا اؤكد لحضرتك انه ده الشغل الشاغل للاداره التنفيذيه، والكابتن محمود خطيب بيتابع كل يوم مع العميد محمد مرجان ايه التسهيلات والاجراءات والجراشات ونقل الناس وازاي ندخل ونعمل بروفات. وان شاء الله هنعيش الناس الاسبوع القادم على شاشه قناه الاهلي شكل السرادق الخاص بالانتخابات والدخول والخروج عشان الناس تيجي تقضي يوم عظيم في مقر النادي. يعني ان ينفع إن او يعني اقترح ان يكون كبار السن لهم باب، يعني انا هيحصل فعلا. لان يعني كبار السن ده ما ينفعش يدخل ويتزق من شاب صغير، لانه هيحصل. في الاخر الراجل جاي عشان يقول وجهه نظره، وهو انا مثلا انا رايح اقول جمعيه عموميه عشان ايه؟ سنتين ثلاثه اربعه 10 اقعدهم في النادي انا عشان ولادي. واخد بالك؟ وولادي جايين عشان ولادهم. صحيح. وبالتالي انا بعتقد ان هنعمل جمعيه عموميه نفخر بيها ويتشاور عليها، لان الاهلي دايما بيعمل الصح الاول والناس تقلد. صحيح. انا بس عشان حضرتك طبعا مطلع، لكن نذكر الساده المشاهدين واعضاء الجمعيه العموميه مره اخرى انه اكثر من 3500 مقترح وصلوا من الاعضاء. ناهي حضرتك عن حجم ما خرج من ورش العمل ومن اللقاءات ومن الندوات. بالاضافه لكده تم تعديل يعني 129 ماده، تم تعديل وحذف واضافه بنود ما يقرب او ما يزيد عن 51 ماده، مع ان الخلاف كان في الاول على 10 12 ماده. بالظبط. لكن لا، ما هو ده بقى العصف الذهني. العصف الذهني اللي قعدت الناس تقوله، فتلاقيه انت بتقول حاجه فانا اخد منها حته ازود بيها، وما دام الزياده في صالح الجمعيه العموميه تتعمل. امبارح بعد تكريم رموز لجنه الصياغه ولجنه الاعداد من يعني عايز احيي الاداره تحيه، يعني لو الصور معانا نقدر فوق الوصف على هذا الموقف. يعني شيء مبهر ومحترم ويدعو للفخر في هذا التكريم وهذا الاحترام وهذا انك تقول للناس متشكر. هو ده النادي الاهلي يا دكتور. يعني انا يعني كل اللي انت بتقوله ده اقوله زمان، بس انا بقول لك اللقطه على بعضها تكفيني انك بتقول للناس متشكر. انا بيهمني جدا ان احنا نقول للناس انتوا تعبتوا معانا بس. والناس مش عايزه منك اكتر من كده الحقيقه. لا ده كلهم رموز اهلاويه عظيمه، وكان حريص الحقيقه الكابتن محمود خطيب وكل مجلس اداره على تكريمهم وتقديم درع النادي ليهم، وكان ممتن جدا وقال كلمه مؤثره للغايه واتكلم يعني هو مندهش وبيتساءل ما هذا الحب الذي يدفع هذه القامات ان تجلس بال 20 ساعه في النادي لا تغادر من اجل الانتهاء من اللائحه ومن الصياغه. بالظبط. لا 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 حب مش منطقي والله. صحيح. بجد. صحيح. يعني امبارح بسال بعض الساده الافاضل اساطين القانون ومستشارين في اللجنه منهم المستشار علاء قنديل، بقول له انت راضي عن يعني الشكل النهائي وما الى ذلك؟ قال لي كل الرضا، وهذه
يعني ما بنحبش نستخدم افعل تفضيل لكنها اعظم رائحه انا شاركت فيها، لاني شاركت في اعداد لوائح كتير جدا لاتحادات وانديه، واستطيع ان اقول لك ببساطه شديده ان هذه هي اللائحه الوحيده المنزهه عن الهوى. يعني مفيش حد لي مصلحه في بند او يعني اكثر. انا ما قلتش التعبير ده بس قلته في الاول. قلت لك ان هذه لائحه تحمي الجمعيه العموميه وعضو الجمعيه العموميه اكثر ما تحمي مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره، وبالتالي هي منزهه عن الهوى لان اللي طارعها في الاساس مجلس اداره. صحيح. بس يعني انا بشوف ان ده هو اصاب كبد الحقيقه كما يقولون. يعني عندنا مشكله ان حضرتك مسافر مهرجان الجونه وخايفين حضرتك ما تكونش حاضر. لا انا مسافر مهرجان الجونه الخميس والمفروض ارجع الجمعه، لكن مش طلبت الختام. لا الختام يوم الجمعه، فطلبت ان انا اعتذر عن الختام ويحجزوا لي ارجع الخميس لان لازم احضر الجمعيه العموميه. يا سلام. جت لها. لا ده شيء. شيء مهم، بس انت في الاخر هرجع واقول انت بتعمل حاجتين. واحد، اولا بتزود واحد في الجمعيه العموميه. يا سلام. وانا شايف ان الواحد ده شيء مهم. خلاص، فانا هزود واحد وازود، يعني هزود عيلتي لان انا عندي شويه ما شاء الله اعضاء في الجمعيه العموميه. ده واحد. اتنين، ان في يوم من الايام انا هقول او ولادي هيقولوا او احفادي هيقولوا ان احنا ساهمنا في اللائحه اللي محركه النادي الاهلي. لقد يتغير فيها اشياء بحكم الزمن بعد كده، لكن اعتقد ان احنا واصلين للشكل الامثل. يعني احنا شهود على تاريخ يصنع او انطلاقه جديده للنادي الاهلي دكتور محمد. ده اكيد. ده اكيد. احنا طبعا شهود من زمان، يعني شهود المرحله دي، لان المرحله دي احنا شهود الحقيقه بدون تفاصيل فيها كثير من التحديات. يعني مصر بشكل عام واجهت تحديات كثيره. بالظبط. والنادي الاهلي اكبر مؤسسه رياضيه في مصر والشرق ايضا واجه كثير من التحديات. لسه حضرتك بتقول لي حاجه مهمه قبل الهوا، انك يعني كنت حريص جدا ما بتفوتش ولا ماتش في الاستاد. لا من وقت ما منع الجمهور وبعض الاحداث اللي حصلت، يعني ما بتروحش الاستاد حضرتك والاسره. لكن ما بتفوتش ولا ماتش في التلفزيون. طبعا ده يعني ده لا ده يعني. انا عايز اقول لك ان انا في بعض الاحيان بيبقى عندي تصوير حاجه من الاثنين، يحددوا التصوير قبل وبعد الماتش يا يشوفوا لهم يوم ثاني غير يوم الماتش. بس ده كده الكاست يبقى مبسوط قوي انه في منتج يعني مريحهم كده. ما يعني بحكم النسبه والتناسب. بحكم النسبه هيبقى في 80% من الكاست اهلاوي، فهنضطر ان يبقوا دماغهم مشغوله هم بيشتغلوا يعني. لا طبعا اعتقد ان احنا شهود باعتبار ان الرياضه بقت استثمار، الدنيا بتتغير، تحديات كثيره، فطبيعي جدا ان لكل زمان دوله ورجال، في كل مرحله تاريخيه لها معطياتها زي ما بنقول. فهل نحن امام انطلاقه ومرحله جديده؟ احنا امام، انا بعتقد ان الاهلي بيمر باهم سنه، يعني اهم مرحله واهم سنه في تاريخه السنه دي. وعايز اقول لجمهور الاهلي، احنا مش فارق معانا ناخد دوري ولا ناخد كاس ولا ناخد بطوله افريقيا ولا ناخد، احنا عندنا بطولات كتيره قوي 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 تخلينا قاعدين في بيتنا 10 اشهر 10 سنين وما يفرقش معانا. صحيح هناخد باذن الله الدوري وهناخد افريقيا وهنكمل زي ما احنا عايزين باذن الله ان شاء الله، لكن اقصد ده ما يقلقناش. انا يقلقني كيان الكيان وافكار الكيان وبيمشوا ازاي. يعني انا ما يهمني قوي ان ما اكسبش ماتش واقدم تنازل، انا اخسر ماتش وما اقدمش تنازل. ولا انا في ذلك صالح سليم الله يرحمه القياده العظيمه لما خد قرار بان الناشئين يلعبوا الماتش 85. واحنا داخلين الماتش وعارفين هنخسر. ان احنا خسرانين، ومش خسرانين بواحد ولا اثنين، احنا خسرانين بعدد وافر من الاهداف هتتسجل في التاريخ. لكن كان يهمنا ان المبدا هو الاساس، ورغم هذا الا حين انتصر المبدا انتصر اللعيبه في الملعب، وهو ده المفروض. طيب عشان ما اطولش على حضرتك عندي سؤالين اجمالا عن اللائحه بقى وفلسفتها في شكلها النهائي. رؤية حضرتك ايه مش لما تم، للخطوات المقبله، ثم ما الذي توجهه الى الساده اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي من رسائل؟ يعني طبعا يعني انا فلسفتي انا وجهه نظري قلت انها لائحه تحمل اعضاء الجمعيه العموميه والجمعيه العموميه اكثر مما تعطي
لمجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة. لكن أعضاء الجمعية العمومية أنا بتوجه لهم وبقول لهم إن إحنا بنتباهى ونتمنظر على بقية الجمعيات العمومية بأننا أكبر جمعية عمومية خلال 10 ساعات. صحيح. خلاص. بنتباهى إن إحنا كلنا حارسين على النادي أكتر من حرصنا على حاجات كتيرة قوي في حياتنا. وبالتالي إحنا أنا أعتقد إن إحنا يعني من مش عايز أقول النادي الوحيد لكن من النوادي القليلة اللي حريصة قوي على فكرة إن يظل النادي الأهلي هو النادي الأهلي بفروعه اللي هتبقى موجودة بعد كده، يظل بأكاديمياته وكل حاجة لنا تركيبة لوحدنا وشكل لوحدنا. وبالتالي يعني بناشد الجمهور، مش بناشد، هم يناشدوني يعني أنا بقول إن هم الجمعية العمومية أكثر وعيا من إن أنا أقول لهم تعالوا. صحيح. ادلوا بصوتكم أو قولوا صح وغلط أو قولوا أو لا، لكن أعلم جيدا إن هنعمل يعني هترفعوا رأسنا كلنا ونقف نقول أنا فرد من الجمعية العمومية دي اللي جت بهذا العدد الكبير. صحيح. أنا متفق جدا مع حضرتك إن كلنا الحياة بيملأنا العز والفخار إن إحنا أعضاء جمعية عمومية في النادي الأهلي، ودايما بنكون حريصين على مصلحة النادي والكيان. وعندما تكون مصلحة الأهلي يكون جمهور الأهلي ويكون أعضاء الأهلي ويكون كل المنتمين لهذا النادي العظيم. شرفتني، كل سنة حضرتك طيب، تسافر وترجع لنا بألف سلامة يعني. وانا مش عارف اشكر حضرتك ايه، احنا بنتعلم بنتعلم القامات اللي زي حضرتك، الحب والانتماء للنادي، ان حضرتك مش هتحضر ختام المهرجان وهتقدم تذكرتك عشان تكون اول المصوتين على اللائحه يوم الجمعه 28 واشكر كابتن خطيب واعضاء الجمعيه العموميه كلهم فردا، مش هقول اسماء عشان انا ذاكرتي مش قويه، لكن كلهم اصدقاء ولذلك انا بشكرهم جدا. انتوا رافعين راسنا ومخلينا مرسوبين كده بين الانديه الاخرى. يا رب دايما الاهلي صانع السعاده. شكرا جزيلا وموصول لقامتنا الاهلاويه الكبيره المنتج الكبير الدكتور محمد العدل عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، والشكر جزيلا وموصول لحضراتكم. ان شاء الله نلتقيكم في فقرتنا المستمره حتى انتهاء الجمعيه العموميه 28 سبتمبر باذن الله. والان الى فقرات الاهلي الليله، تمنيات لحضراتكم بوقت ممتع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لسه مكملين معاكم في الأهلي الليلة وختاما وفقرة الكرة العالمية. طبعا ماتشات دوري أبطال أوروبا شغال، للي مش بيتابع المباريات هنكون معاكم لحظة بلحظة، هنقول لكم طبعا أبرز النتائج اللي كانت في مباراتين الساعة 7 برشلونة وبي اس في ايند هوفن وانتر ميلان وتوتنهام هوتسبيرز في اول نظام يطبق من النسخه الجديده للشامبيونز ليج او دوري ابطال اوروبا في موسم 2018-2019. ايه هو النظام الجديد؟ ان هيتم تقسيم المباريات على معادين علشان المشاهد يتفرج ويستفيد باكبر يعني استفاده ممكنه من مشاهده مباريات دوري ابطال اوروبا. اكيد طبعا فيها يعني حركة ذكية جدا من الاتحاد الأوروبي علشان أكيد فيها مكاسب مادية بالجملة. طبعا اللقاءات هتكون الساعة 7 والساعة 9. الساعة 7 كان في لقاء برشلونة وبي اس في ايند هوفن وتوتنهام هوتسبيرز وانتر ميلان. دلوقتي أو بعد لحظات هتنطلق مباراة المرتقبة لكل الشعب المصري اللي كله بيتابعها، وأكيد طبعا هتكون مليئة بالنجوم. مليئة بالنجوم علشان هيكون فيها نيمار ومبابي من جهة ومحمد صلاح وساديو ماني من جهة أخرى. مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، مباراة طبعا قوية جدا في أولى مشوار باريس سان جيرمان وأولى مشوار ليفربول في الصراع على اللقب. لقب هيكون مختلف تماما عن المواسم السابقة. المواسم السابقة ممكن يعني ما كانش فيه التحدي الكبير ما بين أندية أوروبا، كان يعني دايما ريال مدريد هو المهيمن هو المسيطر، كان بيجي معاه برشلونه كان بيجي معاه بايرن ميونخ، لكن الموسم ده
أؤكد لحضراتكم إن هي هتكون نسخة صعبة جدا جدا جدا. يعني قبل ما نبدأ ونخوض في تشكيل مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، أقول لحضراتكم طبعا نتيجة برشلونة اللي انتهت 4-0، نتيجة ثقيلة جدا على بي اس في ايند هوفن، وبرشلونة لعب بكل نجومه، كل اللعيبة شاركت، كوتينيو، عثمان ديمبلي، لويس سواريز وميسي، والمباراة انتهت 4-0 على ملعب الكامب نو. أحرز الهدف الأول ليونيل ميسي من ضربة حرة مباشرة، يعني ميسي، فأكيد طبعا هي حاجة روعة، حاجة أكيد كانت مميزة بعلامة ميسي التجارية في إحرازه للضربات الثابتة. في الدقيقة 32 ميسي أحرز هدف، في الدقيقة 75 عثمان ديمبلي بيجيب الهدف الثاني، وبعديها بدقيقتين الدقيقة 77 ليونيل ميسي يعود علشان يسجل ثاني أهدافه وثالث أهداف برشلونة، وأخيرا الهاتريك المنتظر والمرتقب من ليونيل ميسي كابتن فريق برشلونة، واحد من أعظم وأحسن اللعيبة اللي لمسوا كرة القدم على مدار تاريخها، بيجيب الهدف الثالث ويحرز 4 أهداف لفريق برشلونة، وهاتريك لميسي ب3 أهداف ميسي وهدف واحد لعثمان ديمبلي. ده بالنسبة لفريق برشلونة، بالرغم من أن برشلونة كسب 4-0، إلى أن برشلونة قبل الهدف الأخير في الدقيقة 79 صامويل أومتيتي تلقى بطاقة حمراء بعد إنذار في الدقيقة 56، يعني اطرد في شوط واحد، أعتقد لاعب دولي كبير زي صامويل أومتيتي يعني أكيد عنده خبرة كافية أن تقدر تخليه يتحكم في أعصابه ويتحكم في تصرفاته. ممكن يكون كمان خطأ من المدير الفني، هو شاف مدافع بياخد إنذار، حتى لو شوط تاني، حتى لو نتيجة 3-0 4-0، خلاص أنت ضمنت المباراة، عندك مباراة تانية هتكون قوية جدا، مباراة منتظرة أيا كان، سواء هتلاعب فريق توتنهام أو هتلاعب فريق إنتر ميلان، هي مجموعة صعبة جدا. طبعا المباراة اللي جاية هتكون ما بين فريق توتنهام وبرشلونة في إنجلترا على ملعب ويمبلي، وبالتالي مباراة قوية جدا، محتاج كل اللعيبة اللي موجودين علشان يكونوا موجودين معاك في المباراة اللي جاية. برشلونة عايز يحسم صعوده بدري بدري، عايز يخطف بطاقة المركز الأول، كمان المركز الثاني يعني وجهة نظر تكون ما بين إنتر ميلان وتوتنهام، فتوتنهام أكيد كمان عنده خسر أول مباراة، هتكون المباراة اللي جاية بالنسبة له حياة أو موت في حصد 3 نقاط، أسوأ ظروف هيخرج من المباراة بنقطة وحيدة. ده بالنسبة لفريق برشلونة والموقف لمجموعة برشلونة وإنتر وتوتنهام وبي اس في آيند هوفن. بي اس في آيند هوفن طبعا عمل اللي عليه في المباراة، هي دي إمكانيات لعبته اللي موجودة، هي دي قدرات اللعيبة اللي موجودة، بس يعني في الشوط الأول كان في شوية هجمات للاعبي فريق بي اس في، لكن ما قدروش إن هم يخترقوا دفاعات ولا شباك فريق برشلونة. طبعا أومتيتي وبيكيه وتير شتيجن هم دفاع وحارس مرمى مميزين جدا، ومن الصعب اختراق دفاع برشلونة وحارس المرمى. مباراة انتر ميلان وتوتنهام اللي كانت في نفس التوقيت، مباراة كانت قوية جدا، النتيجة فيها تدل ان هي كانت مباراة قوية لكل اللي ما تابعش المباراة. المباراة انتهت 2-1 لصالح انتر ميلان في ملعب سان سيرو في ايطاليا. في البداية طبعا توتنهام كان متقدم 1-0، وهنا يعني دور كرة القدم بالإثارة والمتعة والسخونة اللي احنا بنشوفها في عالم كرة القدم، اللي فعلا البطولة اللي بنفتقد وجودها، يعني دوري أبطال أوروبا بنفتقد وجودها من بداية الدوري وحتى منتصف شهر سبتمبر اللي بتبدأ فيه، اللي بالمناسبة الاتحاد الأفريقي هيطبق بطولة دوري الأبطال بداية من الموسم القادم علشان تبدأ من سبتمبر وتنتهي في مايو عشان تبقى مع البطولات العالمية، وأكيد طبعا هتفرق جامد جدا مع اللاعب المصري ومع يعني المدرب وتدوير اللعيبة في المراكز وفي المباريات ما بين دوري وكاس ودوري أبطال أفريقيا. فبالتالي توتنهام كان متقدم في الدقيقة 54 عن طريق كريستيان إريكسون اللاعب الدنماركي، اللاعب المميز أميز لاعبي فريق توتنهام، مع احترامنا لهاري كين، لكن إريكسون يبقى اللاعب الموهوب، اللاعب اللي بيصنع أهداف ويحرز أهداف من كرات ثابتة، وهو متعهد كل الضربات الثابتة في فريق توتنهام، وكمان بعودة صن الكوريا الجنوبي بعد إحرازه الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الآسيوية وإعفائه من التجنيد. انتر ميلان بصراحة بالروح بالعزيمة بالاصرار اللي احنا عارفين عليه فريق انتر ميلان القوي اللي كان ايام مورينيو وايام طبعا عتاولة في عالم التدريب، ونجوم زي زلاتان ابراهيموفيتش ورونالدو وكوردوبا
وركوبا وناس نجوم كثيره جدا جدا لعبت في فريق انتر ميلان بالروح اللي موجوده عند فريق انتر وبالجمهور اللي كان موجود في ارض الملعب اللي بيهز الملعب في ملعب سان سيرو. انتر بيجيب هدفين في 4 دقائق في الدقيقه 86. ماورو ايكاردي اللاعب الارجنتيني المظلوم دوليا مع منتخب بلاده بيجيب هدف التعادل في الدقيقه 86. و الدقيقة 90 ماتياس فيتشينو بيجيب هدف الثاني لفريق انتر ميلان علشان انتر يخرج باغلى 3 نقاط ليه في بطولة دوري ابطال اوروبا. لو كان خرج المباراة الاولى اللي بتكون على ملعبه بالتعادل كان هيبقى مكسب كبير لفريق توتنهام وخسارة كبيرة لفريق انتر ميلان اللي كان هيعاني في المباريات القادمة في مجموعة قوية جدا ومجموعة صعبة امام خصم قوي زي فريق توتنهام يحصد 3 نقاط الاهم في مشواره، وممكن يكون الثلاث نقاط دول هم اللي هيصعدوه للدور الثاني. لكن توتنهام خصم قوي وخصم عنيد ولا يمكن ان يستسلم ابدا ابدا. هنكون موجودين زي ما قلت لحضراتكم، هنتابع معاكم مباريات فريق يعني بالاخص بنتكلم على ليفربول وعلى باريس سان جيرمان، هنتابع معاكم مجريات المباراه. لكن لحد ما نخش في لقاء باريس سان جيرمان وفريق ليفربول هنقول لحضراتكم باقي المباريات اللي بتتلعب النهارده. في كلاب روش بيلاعب بروسيا دورتموند، وموناكو بيلاعب فريق اتلتيكو مدريد، وليفربول امام باريس سان جيرمان، و سيرفينا السربي بيلاعب فريق نابولي، وجلاتا سراي التركي، لوكوموتيف موسكو وشالكا امام فريق بورتو. ده بالنسبه لمباريات اليوم، المباريات القويه جدا والاكيد طبعا كلنا بنتابع، بالاخص وتركيزنا هيكون على مباراه ليفربول وباريس سان جيرمان اللي لحد دلوقتي 6 دقائق و30 ثانيه، المباراه 0-0. تشكيل الفريقين طبعا يعني حريصين ان احنا نقول لحضراتكم تشكيل الفريقين علشان اللي مش متابع يكون متابع معانا المباراه لحظه بلحظه، او على الاقل لحد ما نخلص معاكم فقرتنا اللي تنتهي الساعه 10. الشوط الاول كده اللي مش هيلحق يتفرج عليه نكون معاكم لحظه بلحظه. طبعا فريق ليفربول اليسون في حراسه المرمى، 4 في خط الدفاع، روبرتسون ناحيه الشمال، فان دايك وجوميز في قلبي الدفاع، والكسندر ارنولد ناحيه اليمين، 3 في نص الملعب، هندرسون وفينالدوم وميلنر. وعلى مقاعد البدلاء نابي كايتا، فضل ان يورجن كلوب ان هو يستعين بهندرسون مكان نابي كايتا في مباراه دوري ابطال اوروبا. طبعا هندرسون كابتن فريق ليفربول ويتمتع بخبره كبيره جدا. اما الثلاثي الهجومي ساديو ماني وستورج ومحمد صلاح، طبعا بيغيب فيرمينيو بعد الاصابه الاخيره اللي لحقت به في مباراه توتنهام، بعد ما يعني اصابه غريبه، اصابه نادرا ما بتحصل في لقاءات كره قدم، وهي تدخل بلاعب توتنهام دخل صباعه في عين فيرمينيو، اصابه بالغه وغايه في الخطوره، وبالتالي منع فيرمينيو ان هو يكون موجود في لقاء اليوم. ده بالنسبه لفريق ليفربول. فريق سان جيرمان كله نجوم، كله يعني اسماء ثقيله جدا، كل واحد اسمه يشيل فريق لوحده. طبعا يعني في حراسه المرمى طبعا عندنا غياب بوفون، ده كانت مفاجاه بالنسبه لكل متابعي فريق باريس سان جيرمان. لكن مونيير وابرز الاسماء اللي هقولها لحضراتكم، يعني باريس سان جيرمان اكيد كله نجوم، لكن ابرز الاسماء اللي احنا يعني ودننا واخده عليها مونييه، وفي نص الملعب ماركينيوس ورابيو ودي ماريا ونيمار وكافاني ومبابي، دول ابرز الاسماء اللي بتشارك في مباراه اليوم امام فريق ليفربول في دوري ابطال اوروبا. والمباراه اكيد القوالب نتمنى فوز فريق ليفربول، واكيد كلنا يعني هل في اخبار بالنسبه لموضوع محمد صلاح وساديو ماني والكلام الكثير اللي دار ما بين جمهور ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه موقع تويتر. تويتر كان كلام كتير جدا، تويتر دايما هو نافذه الى كل جمهور العالم اللي حابب يقول رايه، دايما تويتر بياخد النصيب الاكبر من الفيسبوك اللي بيكون جمهور الكوره بيحب ياخد ويدي معاه، بيبقى فيه هاشتاج كله بيتفق عليها، بيبقى فيها كلام كتير جدا. لكن الهجوم بعد مباراه توتنهام الاخيره كان هجوم قوي جدا على ساديو ماني، والانانيه المفرطه على محمد صلاح،
جمهور ليفربول معترف بكده، احنا جمهور المصري معترف بكده، لكن هل يورجن كلوب هينجح في التحدي الاصعب؟ دايما اي مدير فني ممكن يكون ناجح داخل الملعب، لكن النجاح خارج الملعب داخل غرف خلع الملابس هو ده الاهم لاي مدير فني. المدير الفني اللي بيعرف يسيطر على غرف خلع الملابس يبقى مدرب ناجح جدا. شفنا كتير من المدربين اللي بيفشلوا في السيطره على اللعب. يعني هديكوا مثال بسيط جدا على مصر، على النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما ابرز المديرين الفنيين اللي بيكونوا مميزين في قياده الفريق هو مدرب يتمتع بالشخصيه القويه علشان يسيطر على كم النجوم اللي موجود داخل الفريق الاحمر. نفس الكلام في فريق كبير زي ليفربول، عندي ساديو ماني واحد كان نجم، كان هو كل في الكل، كان اعتماد ليفربول يتحط ساديو ماني، بعد كده يتحط العشر لعيبه اللي بتشارك مع فريق ليفربول. جه محمد صلاح وتعاقده مع فريق من فريق روما لفريق ليفربول، اتقلبت الايه. محمد صلاح اخذ الاضواء والشهره من ساديو ماني، احسن لاعب في الدوري الافريقي، لقب ينتزع من ساديو ماني. بعديها هداف الدوري الانجليزي، لقب ينتزع من ساديو ماني. احسن لاعب لفريق ليفربول 4 مرات تقريبا في الشهر. احسن لاعب في الدوري الانجليزي على عدد الشهور تقريبا 3-4 مرات في الشهر. احسن لاعب في الدوري الانجليزي كله. احسن لاعب من رابطه الكتاب والنقاد الصحفيين. محمد صلاح سحب البساط من تحت ساديو ماني، فطبيعي ان اللاعب لازم يشعر بالغيره، لكن الغيره اللي بتضر مصلحه الفريق العامه بلاش منها. فعشان كده بقول لحضراتكم، هل ينجح يورجن كلوب اللي مش عايز يعترف لحد دلوقتي ان في مشكله ما بين صلاح وساديو ماني داخل الملعب؟ لازم يعرف او لازم يتدخل علشان يلم الموضوع، علشان في الملعب يعني المنظر مش لطيف. كلنا شفنا طبعا في وسائل الاعلام المختلفه حتى في البرامج المصريه صوره 3-2 ماني ونادي كايتا ومحمد صلاح على 2 من مدافعي توتنهام، وساديو ماني بيفضل ان هو يباص الكوره لنابي كايتا عن محمد صلاح، والدايره الحمراء اللي كانت مرسومه على محمد صلاح وصلاح، والكلام كتير جدا جدا كم بيدار في ان ساديو ماني اكيد يعني هو لاعب افريقي ولاعب اكيد على علاقه دايره بمحمد صلاح، لكن كان لابد من تدخل يورجن كلوب. لكن هنشوف المباراه الشغاله، هل يورجن كلوب ممكن يكون بيتدخل بعيدا عن الاعلام وبيبدا ان هو يحل الموضوع في الغرف المغلقه؟ وده امر مطلوب، ان دايما الحلول لما تكون داخل الغرف المغلقه بيكون افضل بكتير ما تكون على الملأ في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الاعلام بشكل عام. بكره ان شاء الله هيكون في بعض المباريات في نفس التوقيت، الساعه 7:45 والساعه 9 اياكس امستردام هيلاعب ايك اثينا في الساعه 7:45 في نفس التوقيت. شختار دونتسك هيلاعب هوفنهايم الالماني، والساعه 9 هيكون النصيب في عدد اللقاءات الاكبر بنفيكا مع بايرن ميونخ، مباراه قويه جدا في البرتغال، ودايما الجمهور البرتغالي العاشق طبعا نادي بنفيكا هو نادي السابق للنجم اللي كان مشرفنا في الاهلي الليله في فقره الكره العالميه يوم الاحد، الكابتن عبد الستار صبري، واحد من النجوم اللي لمعوا في نادي بنفيكا البرتغالي. اتكلم اكيد عن الجمهور، فاحنا نشوف بقى التجربه حيه في ملعب بنفيكا. هو ملعب النور، ملعب النور طبعا الخاص او الملعب الخاص ببنفيكا. نشوف لقاء قوي جدا ما بينه وما بين فريق بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وليون الفرنسي على ملعب الاتحاد. مباراه سهله وصعبه، سهلة علشان على ملعب الاتحاد وبيب جوارديولا هو المدير الفني، أما صعوبتها في أن ليون مش خصم يستهان به تماما. والمباراة المرتقبة والقوية جدا جدا الساعة 9 ريال مدريد وروما، وأول اختبار للوبوتيجي المدير الفني الجديد لريال مدريد بعد رحيل زين الدين زيدان وبعد رحيل كريستيانو رونالدو في دوري الابطال. لوبيتيجي بيدخل البطوله وهو حامل اللقب لثلاث مرات متتاليه، وفيكتوريا بيلزن التشيكي امام سيسكا موسكو الروسي، وفالنسيا امام يوفنتوس، مباراه هنشوف فيها كريستيانو رونالدو. وطبعا فريق يانج بويز السويسري هيلاعب فريق مانشستر يونايتد الانجليزي في سويسرا. يانج بويز السويسري هو حاصل على البطوله
أو دوري السويسري النسخة الماضية، وبالتالي بيخش البطولة وهو بطل الدوري السويسري. يعني كانت نبذة سريعة قبل ما نخش مع حضراتكم على آخر الأخبار اللي موجودة معنا في الأهلي الليلة وفقرة الكرة العالمية. لكن قبل ما نبدأ معكم تعالوا نشوف يعني كان موقع باريس سان جيرمان بينوه عن مباراة فريق ليفربول وفريق سان جيرمان بشكل أكيد شكل فيه احترافية، شكل فيه تشويق. تعالوا نشوف ونتابع التريلر أو الفيديو التشويقي اللي مفروض إن هو ذاع قبل مباراة ليفربول وفريق سان جيرمان اللي مقامة حاليا والدقيقة 15 والتعادل السلبي بين الفريقين 0-0. تعالوا نروح ونتابع ونرجع نكمل معاكم باقي الأخبار في الأهلي الليلة وفقة الكرة العالمية. طيب مكملين معاكم لكن بعد مرور ربع ساعة من كل اللقاءات في دوري أبطال أوروبا أو 18 دقيقة من المباريات، هنقول لحضراتكم تاني آخر النتائج. مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان 0-0، كلوب روج وبروسيا دورتموند 0-0، موناكو بيتقدم 1-0 على فريق أتلتيكو مدريد، مش مفاجأة بالنسبة لي خالص. موناكو واحد من الأندية اللي فعلا بتعرف تبني فريق محترم بأقل الإمكانيات، وكمان بتبيع لعيبة بأرقام بعد ما يتم شراها بأرقام ضعيفة جدا وأرقام هزيلة جدا، بتبيعها بأرقام قوية جدا. على يعني على سبيل المثال إمبابي واحد من نجوم موناكو السابقين، واحد من نجوم باريس سان جيرمان وأغلى اللعيبة اللي موجودين في العالم، أحسن لاعب صاعد في كأس العالم الأخير وحصل على بطولة كأس العالم، كمان هدافي كأس العالم، عمل كل الأرقام القياسية مع منتخب بلاده. حرام بصراحة إن احنا نشوف واحد زي إمبابي موجود في الدوري الفرنسي، لازم يكون موجود في يا إما الدوري الإنجليزي أو الإسباني أو الإيطالي. يعني أنا برجح إنه ممكن يكون موجود في ريال مدريد يعني السنين القادمة، هو أنسب واحد أو رجل للمرحلة القادمة لنادي ريال مدريد اللي بيفتقد الكثير بعد غياب رونالدو أو انتقاله ليفنتس. أما طبعا ريد ستار بلغراد ونابولي 0-0، وجلاتا سراي بيتقدم على لوكوموتيف موسكو 1-0. جلاتا سراي والدوري التركي والجمهور العاشق لكرة القدم. أما شالكا وفورتو 0-0، دي أبرز النتائج طبعا اللي بتتلعب دلوقتي في مباريات دوري الأبطال الأوروبي. يعني هنروح بقى شوية أخبار قبل ما نرجع لحضراتكم. أول حضراتكم على حاجة يعني عشان نبقى يعني بنقول كل حاجة صح، ناخد معاكم آخر الإحصائيات اللي موجودة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان. الاستحواذ 51% لفريق ليفربول وفريق سان جيرمان 49%، واضح ان في سيطره من جانب فريق ليفربول صاحب الارض والجمهور. بنتكلم كمان يعني عدد التصويبات، 4 تصويبات لفريق ليفربول 0 لفريق سان جيرمان، 3 منهم 3 ما بين طبعا القائم والعارضتين، و2 او في تصويبتين لفريق سان جيرمان منهم تصويبتين على المرمى و تصويبة لليفربول خارج المرمى مقابل 0 لفريق سان جيرمان. عدد الضربات الركنية 7 لفريق ليفربول 0 لفريق باريس سان جيرمان. أما الضربات الحرة 2 لليفربول 3 لباريس سان جيرمان. عدد الباصات أو عدد التمريرات الصحيحة 65 تمريرة لفريق ليفربول مقابل 43 تمريرة لفريق باريس سان جيرمان، واضح إن في سيطرة من جانب الفريق الريدز اللي ان شاء الله يكون الانتصار حليفه علشان محمد صلاح بس مش اكتر. لسه مكملين معاكم الاخبار، وخبر مهم يعني مهم بالنسبه للشباب اللي بتلعب فيفا واللي مهتمين بالبلاي ستيشن او بالالعاب الفيديو جيمز. يعني النهارده رونالدو كان هو اول شخص في العالم بيحصل على النسخه الخاصه به من فيفا 2019، اللي هو الوحيد عشان طبعا هو موجود على الغلاف، فهو الوحيد اللي حصل عليها واستلم الجائزة من شركة EA Sports الخاصة بلعبة الفيفا، ودي صورة من على حسابه الشخصي انستجرام بجانبه رونالدو جونيور ابنه اللاعب كرة القدم طبعا اللي بيلعب في صفوف يوفنتوس. واحد انا شايف ان هو واحد هيبقى من المواهب القوية جدا اللي فعلا ممكن يكون خليفة لرونالدو. طبعا اللعبة هتنزل الأسواق يوم 28 سبتمبر بعد ما هتنزل نسخة قدامه الخاص بلعبة فيفا. لعبة فيفا يعني بجد هي أكتر لعبة
يعني شغله بال كل الشباب والولاد اللي مهتمين بالبلاي ستيشن، حتى انا يعني بصفه شخصيه يعني كان لازم اقول الخبر ده علشان كله مترقب امتى فيفا هتنزل، علشان كله بقى ايه يعني اللي بيبدا يشتريها، اللي بيبدا يحجزها، اللي بيبدا ان هو يعني يعمل حسابه ان هي نسخه 2019 نازله عشان خاطر خلاص يكتفي ب 2018. فده كان خبر خاص برونالدو، واللي كمان اللي انا شايفه هو مسيطر على الغلاف بقاله فتره كبيره، ووجوده على الغلاف اكيد طبعا امر مهم جدا. كان في كلام على ان ممكن يكون موجود محمد صلاح على غلاف فيفا 2019، لكن رونالدو بيفوز بوجوده على الغلاف، واكيد طبعا شيء مهم جدا، يعني مش حاجه يستهان بيها وجود نجم مصري على لعبه عشان يكون اول نجم مصري في تاريخ يكون موجود على الغلاف الرئيسي للعبة الفيديو جيم اللي منتشره في العالم بشكل جبار وبشكل رهيب. طبعا تصريح على لسان رئيس المكسيك بيتكلم على مارادونا انه سيظل رمزا عبقريا للابد. ليه رئيس المكسيك وليه بيتكلم على مارادونا؟ مارادونا قلنا الحلقه اللي قبل اللي فاتت ان مارادونا تم تعاقده مع نادي درجه ثانيه في الدوري المكسيكي، لكن في بعض الاتهامات الخاصه بمارادونا ان نادي المالك او اصحاب النادي اللي بيدربوا مارادونا عليهم بعض الشبهات وعليهم بعض الشكوك في اعمالهم الحره. ونفس الشيء ان مارادونا طبعا بنتكلم على مشاكله الكتيره مع تعاطيه المخدرات، لكن رئيس المكسيك طبعا لما يكون نجم زي مارادونا موجود في بلده بيدرب فريق اكيد سياحه كبيره جدا للمكسيك، وطبعا طبعا الناس كل المكسيك بتحاول ان هي تبقى موجوده علشان تتصور مع مارادونا النجم الاكبر، وكمان الدول المجاوره للمكسيك. وبالتالي الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز صرح ان الاسطوره الارجنتيني دييغو ارماندو مارادونا انه في بلاده طبعا بيرحب بيه في بلده المكسيك، وانه سيظل للابد رمزا عبقريا، وان مارادونا قاد الفريق الجديد المكسيكي لفوز كاسح في مباراته الاولى كمدرب بنتيجه 4-1 في دوري الدرجه الثانيه المكسيكي. اما الرئيس المكسيكي قال في زيارته لولايه طبعا الولايه اللي موجود فيها نادي اللي بيدربه مارادونا ان هو بيستغل الفرصه لينقل تحياته وترحيبه لدييغو ارماندو مارادونا الاسطوره واللاعب المعروف اللي هيظل رمزا عبقريا للابد. طبعا يعني ما فيش شك شرف كبير جدا وشرف عظيم جدا ان لعبه كره القدم تكون لعبه مستحوذه على كل الشعبيه اللي احنا بنشوفها في العالم. طبعا رؤساء دول ووزراء بيكون متابعتهم الاولى هي كره القدم، كمان بالنسبه لهم رموز كره القدم هم يعني اشخاص مهمين جدا جدا جدا. فاحنا شفنا رئيس دوله بيتكلم ازاي على نجم كره قدم، فده بالنسبه طبعا لرئيس المكسيك. اما مارادونا كان صرح لموقع النادي بعد الفوز انه طبعا بيقول لمشجعي النادي انه هيبذل كل ما في وسعه لاسعاد الجماهير، وان هو بيشكر اللاعبين على تفانيهم واستقبالهم واصرارهم، وان الاسطوره الارجنتينيه قال انه اللعيبه لابد ان يتحلوا بالقوه والشجاعه. لسه مكملين معاكم، لكن عايز اربط دوري الابطال ب يعني اكيد في بطوله دوري الابطال لكن على صعيد الشباب. وبالتالي يعني ده شيء مهم جدا بدا ان هو يتنفذ في مصر على دوريات الشباب، ان نفس المباريات اللي بيلعبها الفريق الاول بتكون هي نفس المباريات اللي يلعبها فريق الشباب. يعني مثلا مباراه الاهلي والاسماعيلي اللي كانت في اولى افتتاحيات الدوري الممتاز المصري، هو ده في دوري الشباب لما الاهلي يجي يلعب ضد الاسماعيلي، تعمل انسجام وبتعمل روح مهمه جدا ما بين وتواصل ما بين فرق الشباب وفرق الممتاز الدرجه الاولى. وبالتالي بيحصل نفس الشيء في بطوله دوري الابطال. فعشان كده هنروح معاكم من فوز برشلونه على بي اس في ايند هوفن 4-0 لايضا فوز فريق الشباب على فريق بي اس في ايند هوفن، والمباراه
انتهت بفوز برشلونه 2-1 في مباراه. اكيد شباب برشلونه هو شباب مبشر جدا وشباب خامه طيبه، واحنا عارفين ان اكاديميه لاماسيا هي الدعم الاكبر لفريق برشلونه وباقي فرق العالم. تعالوا نروح ونشوف اهداف المباراه الممتعه ما بين ناشئي فريق برشلونه وناشئي طبعا بي اس في ايندهوفن في بطوله دوري ابطال اوروبا للشباب، ونرجع نكمل مع حضراتكم. فكم ان مباراه ليفربول وباريس سان جيرمان في بطوله دوري ابطال اوروبا بتقام حاليا 27 دقيقه داخلين في الدقيقه 28 من عمر المباراه، والتعادل السلبي بين الفريقين 0-0. طبعا محمد صلاح بيشارك في المباراه من البدايه، انذار وحيد في الدقيقه 27 عن حصل عليه الهولندي طبعا فان دايك نجم دفاع فريق ليفربول. هنكمل معاكم باقي الاخبار في الفقره العالميه، ايضا باقي فيديوهاتنا في الحلقه، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم. اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي الليله وفقره الكره العالميه. رحنا فاصل، رجعنا. دانيال ستوريدج نجم هجوم فريق ليفربول بيحرز الهدف الاول لفريق ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري المجموعات في اولى لقاءات فريق ليفربول في دوري ابطال اوروبا. مبسوط جدا بهدف دانيال ستوريدج لفريق ليفربول، بيعيد لي الثقه. راس حربه من العيار الثقيل، ممكن حصل له بعض الظروف في الفتره الاخيره اللي خلته بعيد عن فريق ليفربول بعد الاعاره اللي كان موجود ليها وغيابه الموسم الماضي عن فريق ليفربول، لكن عودته وقياده هجوم فريق ليفربول واحرازه هدف مهم جدا 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 في مسيره اللاعب ومشوار فريق ليفربول في دوري الابطال. بالمناسبه يعني اللي بيفوز مباراه في الشامبيونز ليج او في دوري الابطال بيحصل على مليون يورو مكافاه، بنتكلم في كل مباراه. والتعادل اي حد بيتعادل بيكون ليه تقريبا كل الفريقين بياخدوا 500,000 يورو، وبالتالي البطوله كلها مكاسب. يعني تخيلوا حضراتكم مكافاه الماتش الواحد من الاتحاد الاوروبي لاي فريق بيشارك في البطوله بينهي المباراه بفوز بياخد مليون يورو مكافاه خاصه بالمكسب. لكن اكيد طبعا نجوم فريق باريس سان جيرمان نجوم ثقيله جدا، النجوم كانوا موجودين امبارح في تدريبات على ملعب الانفيلد، والنهارده قبل بدايه المباراه بافون ونيمار ومبابي اكيد كانوا موجودين والكاميرات رصدت وجود النجوم. يعني الفرجه عليهم او ان احنا نتفرج على النجوم دي موجوده في ارضيه الملعب قبل بدايه المباراه اكيد طبعا شيء اكيد بنبقى مبسوطين ان احنا نتفرج على النجوم دي هم بيلعبوا كره قدم. دايما هدف من قامت مباراة كرة القدم هو الامتاع الاستمتاع قبل الحصول على 3 نقاط. اكيد طبعا جمهور باريس سان جيرمان تعب، وكمان رئيس نادي باريس سان جيرمان تعب من الهزايم والتعادلات واقصائه من الادوار الاقصائيه بدري من دوري ابطال اوروبا، لكن هنشوف نجوم فريق باريس سان جيرمان من داخل ملعب الانفيلد قبل المباراه والاستعداد للمباراة اللي بتقام حاليا ما بين ليفربول وباريس سان جيرمان، لكن ليفربول هو المتقدم 1-0 على صفوف فريق باريس سان جيرمان. دوري ابطال اوروبا نقول لحضراتكم تاني سريعا اخر النتائج الخاصة بدور المجموعات في بطولة دوري ابطال. ليفربول وباريس سان جيرمان 1-0 لفريق ليفربول. كلوب بروج وبروسيا دورتموند التعادل لسه مستمر. مباراة موناكو اتلتيكو مدريد، اتلتيكو مدريد بيسجل هدف التعادل لتصبح النتيجة 1-1. دييجو كوستا طبعا اكيد من اسيست لجريزمان بينجح في احراز هدف التعادل في مباراة موناكو واتلتيكو مدريد، وفريق ريد ستار بلجراد امام فريق نابولي والتعادل السلبي 0-0. جلاتا سراي لسه متقدم على لوكوموتيف موسكو 1-0، واخيرا شالكا وبورتو 0-0 بعد ما ضيع فريق بورتو ضربه جزاء. اكيد كان مهم جدا يخرج من الشوط الاول بتقدم 1-0، لكن الحظ اكيد بيمنع فريق بورتو من احراز هدف تقدم في المباراه. طيب ف
فريق ليفربول دلوقتي احرز الهدف الثاني علشان يتقدم لفريق ليفربول 2-0 عن طريق جيمس ميلنر متخصص ضربات الجزاء لفريق ليفربول. نتيجه كبيره، نتيجه ثقيله تتوضح قد ايه ان فريق ليفربول فريق ثقيل نضج مع يورجن كلوب، مش بس في بطوله الدوري 5 ماتشات 5، يعني احنا بنتكلم على ان هو متفوق في عدد النقاط في الدوري الانجليزي، فاز في كل لقاءاته، متصدر بطوله الدوري الانجليزي، بيفوز على فريق باريس سان جيرمان او متقدم قبل نهايه الشوط الاول على فريق باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيء. باريس سان جيرمان ده يا جماعه عنده لعيب واحد بس 222 مليون يورو، نتكلم على نيمار، نتكلم على رئيس نادي بيحاول يصرف يعني كل ما يملك علشان يحصل على بطوله دوري الابطال، لكن كلنا عارفين ان دوري الابطال البطوله الوحيده اللي بتعتمد على بعض الصفات اللي لازم تكون موجوده في اللعيبه علشان تحصل عليها. لازم يكون لاعب عنده خبره في دوري الابطال، لازم يكون لاعب حصل على البطوله، لازم يكون لاعب قائد. يعني انا بالنسبه لي تعاقد مع رونالدو، لو كان باريس سان جيرمان اتنى من التعاقد مع رونالدو كانت هتفرق معاه جامد جدا. لاعب فاز ببطوله دوري الابطال اكثر من مره، لاعب احسن لاعب في العالم، لاعب شخصيه داخل الملعب. شفنا الفارق لما مشي من فريق ريال مدريد راح يوفنتوس، هيبه فريق ريال مدريد مش اللي هي الهيبه اللي احنا كنا بنشوفها لما كان رونالدو موجود داخل الملعب، ليدر، شخصيه قويه، بيعرف يجيب جون في اي وقت. وبالتالي هنا بنتكلم على الادوار. امبابي طبعا لاعب نجم لكن ما عندوش خبره كافيه في بطوله دوري ابطال. نيمار ايضا لاعب نجم لكن نفس الكلام، مش هيكون لوحده. كافاني نفس الشيء، كمان تقدم في عمر كافاني. نتكلم على نص الملعب، نتكلم على خط الدفاع، نتكلم على حراسة المرمى، لا كلام كتير جدا خاص ببطولة دوري الأبطال. يعني احنا بنتكلم على ان برشلونة وبايرن ميونخ مش بيعرفوا ياخدوا بطولة في السنين الأخيرة. يعني وعندهم لعيبة، مع احترامي لباريس سان جيرمان، أكيد لعيبة قوية جدا ولعيبة على أعلى مستوى، ممكن يكونوا يعني أعلى من فريق باريس سان جيرمان، بس مش عارفين ياخدوا بطولة. بتكلم كده ليه؟ بتكلم إن أنت لو عايز تاخد بطولة لازم يكون عندك لعيبة مختلفة، لعيبة مش اللعيبة العادية، مش اللعيبة اللي بتبقى موجودة، لازم يكونوا لعيبة عندهم زي ما قلت صفات معينة ومنتاليتي مختلفة داخل الشخصية اللي هي الخاصة بلاعب كرة القدم. طيب، واحنا بنتكلم مع حضراتكم أكيد بنروح وبنيجي لبعض الفيديوهات الخاصة ببطولة دوري الأبطال، ويعني ما بين برشلونة الصغار أو شباب فريق برشلونة وفريق وبياس فيندوفن والقدار ايضا، ونتكلم على مباراه ليفربول. لكن موقع فريق بروسيا دورتموند قبل المباراه اللي بتتلعب دلوقتي كان في بعض التحديات اللي بتبقى موجوده اللي بيكسر بيها اللاعب الملل والتركيز اللي موجود فيها التدريبات. بتكلم على ملل التدريب وملل التركيز بالنسبه للاعب كره القدم، لازم يكسر بحاجه في النص علشان يبقى موجود، يعني يعرف ان هو يرجع تاني ويعرف ان هو يركز تاني ويعرف ان هو يكون مستعد بشكل افضل وان هو يقدم افضل شيء عنده. وبالتالي موقع فريق بروسيا دورتموند كان عمل تحدي ما بين اللعيبه وبعضها البعض، وكمان كان موجود على الموقع الرسمي لفريق بروسيا دورتموند. اكيد طبعا انتهى بفوز لعيبه كانوا عاملين فريقين، كان حد صعب جدا جدا، لكن هنروح ونشوف ونتابعه افضل ما نحكيه لحضراتكم الحرق، لكن هنروح ونتابعه بعد كده نرجع نكمل معاكم، ولعل وعسى فريق ليفربول يجيب الثالث ويخلصنا ويريح كل الجمهور المهتم وبيحب محمد صلاح ومهتم كمان بفوز فريق ليفربول على باريس سان جيرمان. على فكره بالمناسبه جمهور ليفربول مش بس مع الجمهور المصري، فمعاه كل جمهور برشلونه اللي بعد ما نيمار عمل معاه الحركه، لكن زي ما قلت لكم دلوقتي يعني ما رحناش فاصل. باريس سان جيرمان بيجيب الهدف الاول وبيقرب النتيجه قبل الشوط الاول ما يخلص علشان يرجع روح تاني للمباراه ويضيق الفارق ما بين فريق ليفربول وفريق سان جيرمان، والمباراه 2-1. احرز الهدف توماس مونيه في الدقيقه 40، لكن ان شاء الله فريق ليفربول يقدر ان هو يجيب الثالث قبل نهايه الشوط الاول. لكن يعني عشان ما نقطعش نروح ونشوف تحدي فريق بروسيا دورتموند مع لعيبه وبعضها، ونرجع نكمل معاكم في الاهلي الليله. مكملين معاكم فقره الكره العالميه في الاهلي الليله، نتابع معاكم اخر الاخبار او اخر النتائج الخاصه بالمباريات اللي بتقام حاليا في بطوله دوري الابطال. بنلعب في الدقيقه 42 من كل المباريات اللي طبعا اتبدت الساعه 9.
يعني كلوب بروج ودورتموند 0-0. موناكو بعد ما كان متقدم 1-0 بيخش في الهدف الثاني، خوسيه خيمينيز بيجيب الهدف الثاني في الدقيقة 45 أو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع، علشان أتلتيكو مدريد يخرج أو خلاص شبه أنه يخرج من الشوط الأول بتقدم 2-1. وفريق ريد ستار بلغراد 0-0، تعادل سلبي ما بينه وما بين فريق نابولي، وجلاتا ساراي لسه محافظ على تقدمه 1-0 على لوكوموتيف موسكو، وشالكا وفورتو 0-0. ويعني ما فيش لقاءات مثيرة غير هو لقاء ليفربول وباريس سان جيرمان، وأيضا لقاء أتلتيكو مدريد وموناكو. وطبعا أكيد قلت لحضراتكم من بكرة هتكون في مباراة منتظرة ما بين فريق ريال مدريد وروما، والموقع الرسمي الخاص بريال مدريد بيفتكر مواجهاته ما بينه وما بين روما، وده اللي اتكلم عليه انه بالاخص ذكر مباراة روما وريال مدريد اللي تألق فيها روبرتو كارلوس في موسم 2004-2005 وسجل فيه هدف رائع جدا. لكن لو بنتكلم على مواجهات روما وريال مدريد، اكيد ريال مدريد بيتفوق على فريق روما، لكن كلنا اكيد فاكرين المباراه الابرز بالنسبه للجمهور المصري هو مباراه ريال مدريد وروما اللي لعب فيها نجمنا المصري محمد صلاح، لكن للاسف روما كمان خسر فيها. دي المواجهتين اللي بنذكر حضراتكم فيها. روما دايما يعني روما بالنسبه لي لعب اعظم مبارياته او اعظم لقاء كان في النسخه الماضيه في الدور الثمانيه، كان امام فريق برشلونه اللي قدر يعود من هزيمه على ملعب كامب نو الى انتصار كبير على ملعب الاولمبيكو في ايطاليا، وقدر ان هو يصعد لدور قبل النهائي، لكن ليفربول وقف تقدم فريق روما وفاز عليه وصعد للمباراه النهائيه. خبر كان مزعج جدا الصبح على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافه الانجليزيه، ان لاعب فريق بولتون واندرز النادي المنافس بدوري الدرجة الثانية خاص بالمدافع ستيفن داربي، انه اعتزل اللعب بسبب مرض عصبي بعد التشخيص انه عنده اصابة بمرض العصبون الحرقي. اكيد طبعا يعني خبر يعني بيكون بيزعلنا كلنا لما بيكون لاعب كرة قدم بينتهي مسيرته بسبب مرض، يعني ربنا يحفظنا ويحفظ كل الناس يا رب اللي موجودين في العالم واللي بيسمعونا. يعني لاعب كرة قدم هو دي كل حلمه، هي دي شغله، هو ده طموحه، هو ده الحاجة اللي اكيد يعني بينام بدري عشانها وحارب نفسه من كل حاجة ممكن تضر بصحته عشانها. كمان الحاجة الأكبر ان هو بقى بيقولوا لاعب كرة القدم شوفوا بقى بياخد على قلبه قد ايه، وشوفوا بقى راكب عربية ايه وساكن في بيت ايه. يعني بجد ان الواحد يعيش سالم غانم كده بعيد عن الامراض وبعيد عن اي حاجه وحشه احسن 100,000 مره من واحد ممكن لا قدر الله يجيله مرض يقعد في البيت ما يقدرش يعمل اي حاجه ولا يشتغل ولا يعمل اي حاجه. اكيد طبعا يعني اكيد زي ما انا قلت يعني ربنا يشفيه فيه، ولو في امكانيه ان المرض ده اكيد يزول ويرجع تاني للعبه من جديد، اكيد هتكون خطوه يعني مهمه جدا هتتحسب ليه الفريق الطبي في نادي بولتون واندرز. لكن هو رسميا اعتزل اللعب بسبب تشخيصه بالمرض العصبي اللي كان سبب في اعتزاله وعدم او عدم اكمال المسيره مع فريق بولتون. لاعب داربي انضم او بدا مسيرته مع فريق ليفربول اللي هو اصلا مولود في مدينه ليفربول، ولعب مباراته الاولى في بطوله دوري ابطال اوروبا عام 2008، وراح فريق بولتون في 2017 بعد طبعا ما تم اعارته من فريق ليفربول لبعض الانديه. وكانت اخر مباراه لعبها مع فريق بولتون في دوري درجه ثانيه في ديسمبر الماضي، لعب عنده 29 سنه. من ديسمبر لحد سبتمبر اللاعب بيحاول ان هو يتعالج لكن الموضوع فشل تماما، لكن طبعا اكيد بيشكر كل زمايله واكيد مديره الفني والفريق الطبي بالكامل على الفتره الماضيه اللي قضاها معاهم. لكن بولتون في المركز العاشر وتجنب الهبوط في الموسم السابق في ان هو طبعا ما ينزلش دوري الدرجه الثالثه.
لوبيتيجي يخوض الاختبار الأصعب في ظهور أول بدوري أبطال أوروبا. لوبيتيجي في بطولة الدوري تعادل في آخر مباراة وفرق في الصدارة لنادي برشلونة اللي فاز في نفس الوقت على فريق ريال سوسيداد في الأنوتة، الملعب اللي كان عامل عودة لبرشلونة في السنين اللي قبل كده، لكن برشلونة خلاص بدأ إن هو ينتصر على العقدة الخاصة بيه. لوبيتيجي دي أول مباراة بيلعب بدون رونالدو، بيلعب وهو حامل لقب لثلاث نسخ متتالية. طبعا احنا عارفين ان ريال مدريد الموسم الماضي في بطولة الدوري انها السباق بفارق 17 نقطة عن برشلونة، وطبعا ريال مدريد فاز بلقب الدوري الاسباني مرتين فقط في اخر 10 اعوام، ومدرب طبعا لوبيتيجي 52 سنة مفروض ان هو موجود علشان يحسن كل شيء في المرينجي في الفريق الملكي، سواء حفاظه على بطولة دوري الابطال للمرة الرابعة. وانا شايف ان مستحيل مستحيل زيدان مش موجود ورونالدو مش موجود، لكن طبعا الاشخاص زائلون والكيان هو الباقي، لكن ريال مدريد ما اشتغلش على لعيبه في الفتره السابقه، كان مفروض يكون عنده اكيد لعيبه تقدر ان هي تشيل فريق ريال مدريد في الموسم الحالي، لكن فلورنتينو بيريز مش فاهمين ايه دماغه بالظبط، مش عارفين ايه اللي بيدور في دماغه، هيبان كل حاجه هتبان مع الوقت. لكن لو بتيجي بالنسبة للاختبار الأوروبي أمام فريق روما، قال في المؤتمر الصحفي وقال كمان للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي يويفا إن هو بيحاول يفوز بكل الألقاب، كمان هو مدرك كويس جدا إن هو المسؤولية اللي موجودة عليه، إن هو كمان يعني جاي بعد فوزه بثلاث مرات ببطولة دوري الأبطال عن روما حصلت في تاريخ البطولة. زيدان كمان هو المدرب الوحيد في العالم اللي عنده ثلاث ألقاب متتالية من نصيب الفوز ببطولة دوري الأبطال، لكن كمان غياب رونالدو هنشوف هل هيقدر إن هو يكون عنده لعيبة بعد كمان الصراعات والخناقات اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي. تخيلوا حضراتكم لما احنا كده بيكون جمهور قاعد على السوشيال ميديا أو على الفيسبوك أو على الانستجرام، واحد يزعل من واحد فيعمل له انفريند على الفيسبوك، يعمل له انفولو على الانستجرام، فاحنا بنقول ايه يا عم شغل العيال ده، احنا دماغنا كبيره مالناش في الكلام ده. حصل نفس القصه مع رونالدو بعد تصريحات سيرجيو راموس وكارفخال على رونالدو ان هم قطعوا فيه لغه الكوره، قطعوا فيه الكلام عليه بشكل لا يليق برونالدو. فرونالدو راح عمل ايه؟ عمل شغل العيال اللي بقول لحضراتكم عليه اللي احنا فاتينه شغل العيال، لكن هو طبعا هي يعني احتراف واكيد لعيبه كبيره، واكيد رونالدو مش هيحب او مش هيسمح ان حد ان هو يهينه بعد الانجازات اللي حققها في فريق ريال مدريد، فعمل انفولو لسيرجيو راموس وعمل انفولو لكارفخال. بكره ان شاء الله هنكون موجودين مع حضراتكم اليوم الثاني في الاسبوع الاول في بطوله دوري ابطال اوروبا في فقره الكره العالميه في الاهلي الليله. بشكركم شكرا جزيلا، بشكر زميلي الاعزاء الاستاذ ايهاب الخطيب وزميلي العزيز امير هشام، ايضا ختاما بالاستاذ الشريف فؤاد، وختاما كنت مع حضراتكم، ونشوفكم بكره ان شاء الله على خير في نفس الميعاد من الاهلي الليله، وتصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.